مساء الخير عليكم وحلقة جديدة من أوضة اللبس. في البداية بنبارك ألف مبروك لمنتخبنا الوطني وفوز على المنتخب السوداني بهدف للا شيء عن طريق محمد عبد المنعم مدافع المنتخب الوطني. قلنا لاعب واعد، قلنا لاعب بيظهر بشكل كويس جدا بيزيد مع المباريات. قبل أي حاجة، قبل ما نتكلم في أي حاجة، أكيد في بعض الأمور الفنية وبعض الأمور السلبية والإيجابية اللي بنشوفها في المباراة كالعادة بنتكلم فيها، لكن عايز أبارك للمدير الفني واللاعبين وكمان كل الشعب المصري على الفوز النهاردة. أنا قلت لكم قبل كده كان في عدم ثقة مع المنتخب، الناس عندها تخوف في بعض اللاعبين، بعض الأمور، بعض اللاعبين مش في مستواهم، ثم النهاردة هو فوز مستحق. ليه؟ وللأمانة مش عايزين نقلل من الفوز، ولكن فوز على منتخب انت افضل فنيا وجماعيا وكل حاجة، فالطبيعي اللي انت الناس كلها متوقعة او فوز متوقع للمنتخب الوطني. هتكلم على اللي بعد كده، بس قبل ما اتكلم على اللي بعد كده عايز اقول لحضراتكم على الفرق اللي صعدت وتوقعات منتخب مصر هيقابل مين. كل ده برضو في البداية هنقول لحضراتكم، بس خلاص يعني بنتكلم على نيجيريا كمان فازت النهاردة بهدفين على غينيا بيساو وبكده 9 نقاط على قمة المجموعة، ثم كمان المنتخب الوطني بعد الفوز النهاردة بيصعد تاني ب6 نقاط. دي ترتيب المجموعة من حضراتكم. المجموعة زي كنا عرضنا امبارح وبنعرض تاني النهارده الكلام دوت عشان نقول لحضراتكم الفرق المتأهله كلها. يعني مثلا المجموعه الاولى الكاميرون وبوركينا، المجموعه الثانيه السنغال وغينيا، المجموعه الثالثه المغرب والجابون، المجموعه الرابعه نيجيريا ومصر الحمد لله على الصعود. بنتكلم لسه بكره هنشوف بقى المجموعتين. احنا المجموعه بتاعت كوت ديفوار والجزائر وسيراليون وغينيا الاستوائية عايزين الأول والتاني، الأول بالتبعية هيقابل المنتخب الوطني بعد حصولنا على المركز التاني ب6 نقاط. مين؟ هتلاقوا بقى الناس كلها النهاردة وكل الإعلام وكل المواقع وكل السوشيال ميديا بتكلم هل مين اللي هيقابله المنتخب الوطني. فمش عايزين بكره هيبان كل حاجه، هندخل بقى في نقاشات وهل لما نقابل كوت ديفوار المنتخب اللي عايز البطوله ما بيركزش هو هيقابل مين. بيركز في فرقته، بيثق في نفسه، بيدرس الفرقه المنافسه. عشان كده بستعرض مع حضراتكم ترتيب المجموعه الرابعه. ده كان مصر زي ما قلت حضراتكم خلاص 9 نقاط، نيجيريا مصر 6 نقاط، السودان بنقطة واحدة وغينيا بيساوي نقطة واحدة. اعتقد اللي هم خرجوا من البطولة خلاص، لان احنا بناخد احسن توالت احسن 4 فرق، فبالتالي السودان وغينيا الموقف بالنسبة لهم صعب جدا جدا. نروح نشوف قبل مباراة غدا المجموعة اللي احنا المفروض مين هنقابله بعد صعودنا في المركز الثاني. اللي هيبقى اول احنا اللي هنقابله، يعني حتى اللحظه دي ساحل العاج 4 نقاط، غينيا الاستوائيه 3 نقاط، سيراليون نقطتين، الجزائر نقطه. الجزائر هتقابل بكره ساحل العاج وهندخل بقى في حزبه بيرما، وسيراليون مع غينيا الاستوائيه. هنقول مثلا هنقعد بقى نعمل توقعات، وده اللي انا ما كنتش حابب اروح له خالص خالص. ليه؟ لان في مشكله في المجموعه. ما الناس كلها قبل البطوله قعدت تقول الجزائر المرشح الاول للبطوله، ثم بنتفاجئ باداء مش طبيعي، في تعالي على الكوره. مش ده منتخب الجزائر القوي. ليه؟ لان ما تتفرج على منتخب الجزائر كان عنده مشكله. ايه المشكله؟ اللي انت بتضيع اهداف كتير ومش مركز فبتستقبل، وهي دي كرة القدم، تحترم المنافس هتوصل لأهدافك، هتتعامل اللي انت قوي كاسم فقط مش هتقدر توصل لأي حاجة، وده اللي حصل مع منتخب الجزائر. آخر مباراة بيتعادل أعتقد أو خسر في آخر دقيقة في المباراة بعد ما ضيع سلسلة من الأهداف غير طبيعية. فمنتخب الجزائر مش هو منتخب الجزائر. انا ليه بقول الكلام ده؟ علشان كلنا قبل البطوله مش عايزين نطلع تاني، منتخب الجزائر قوي جدا، محترفين، هو اقوى منتخب في افريقيا وحمل اللقب، سمعنا كلام كتير جدا. كره القدم ما بتعترفش بالكلام،
ولا بالتاريخ فقط، بتعترف بالمجهود والتعب والإخلاص جوه الملعب وتقاتل عشان تشيرت منتخب بلدك، فبالتالي الأمور متصعبة على منتخب الجزائر. هل يفوز على كوت ديفوار بكرة؟ دي كورة جوه الملعب. سيراليون في حالة فوزها أو غينيا بيساو في حالة فوزها، ممكن على فكرة ممكن أي فرقة من الأربعة يوصلوا يبقوا أول أعتقد ما عدا الجزائر. ممكن تقابل كوت ديفوار، ممكن تقابل غينيا الاستوائية، ممكن تقابل سيراليون، فده متوقع جدا. عشان كده مش عايز أروح للمنطقة دي، إحنا نقابل أي منتخب نتعامل بمنتهى القوة. دور ال 16 خلاص انت درست كل الفرق، اتفرجت عرفت ايه العناصر المتميزة، عرفت مين او نقاط الضعف في الفريق اللي هتلعبه. لازم مدير فني يقعد يذاكر، نصلح من سلبياتنا، نلعب اللعيبة في اماكنها، الروح بتاعتنا تبقى قوية جدا. المفروض من النهاردة المدير الفني يتكلم على طبيعي جدا كنا نصعد، وطبيعي جدا في المجموعة اللي احنا كنا بنقابلها في فرق زي غينيا زي السودان انت فارق عنهم بكتير كمستوى، على مستوى الافراد زي ما قلت، وعلى مستوى الجماعية والامكانيات والتاريخ وكل حاجة انت اقوى بكتير. فانا مش عايز اكبر قوي من الفوز النهاردة، خصوصا الفروق ده طبيعي جدا، النتيجة بتاعت النهاردة طبيعية جدا، بل بالعكس انت متوقع كنت تفوز باكتر من كده من الاهداف، هي دي الطبيعة. مش عايز حد يزعل مني، طبعا بنحترم منتخب السودان، لكن اكيد حتى الفريق منتخب السوداني عارف اللي فرق الامكانيات والتاريخ زي ما قلت من شوية. عشان كده النهاردة المنتخب قدر يفوز. رايحين للصعب، رايحين للصعب. دور الستاشر هتقابل اي فريق، مش هنحدد ولا نحب ان الناس تعشم ناس بحاجة ونضخم في منتخبات، لازم نثق في انفسنا. ليه؟ لان احنا برضو بيتعمل لنا حساب حتى لو مستوياتنا الفنية قليلة. هتلاقي المنتخبات لما بتقابلك بيقعدوا يتكلموا في صلاح، في مصطفى محمد، في النني، في محمد الشناوي، تريزيجيه، ما هو برضو بيعملوا لك حساب. بس هيعمل لك حساب وانت قوي وانت مركز وانت في مسؤولية بتبقى زيادة عليك، ولازم تتحمل المسؤولية. يعني مثلا على سبيل المثال لما نتكلم بقى على مباراة النهاردة، وده اللي انا عايز اتكلم فيه، في بعض الامور يعني نسبيا مش بشكل كبير، عبد الله السعيد الشوط الاولاني الراجل لما لقاه بيقل بلياقته البدنيه والكوره ما لمسهاش كتير، خصوصا في الشوط الثاني اول ما ابتدى مختفي، الراجل ابتدى يغير. ولكن هرجع اقول تاني، بطريقه اللعب اللي احنا بنلعبها وباسلوب اللعب اللي احنا بنلعبه، هتلاقي عبد الله السعيد قافل ناحيه الشمال، عمر مرموش هناك، فالاثنين في جبهه واحده، لكن لما تديله حريه الحركه هيفرق معانا بشكل كبير. على فكره لما نتكلم على التشكيل، اعتقد برنامج اوضه اللبس كان متوقع التشكيل، ومن البرامج القليله اللي اتكلمت في التشكيل امبارح والتشكيل طلع بالظبط كان هنا في اوضه اللبس. ليه؟ علشان ممكن ذاكرنا الراجل شويتين، هو لما بيلعب بتشكيل وبيكسب بيستمر بيه، وتلاقي التغييرات طفيفة إلا إذا بعض العناصر ما ظهرتش بالشكل الكويس. علشان كده مش عايز نضخم الفوز قوي، لأن ده الطبيعي وده المنطقي للفروق اللي أنا قلتها. إيه اللي نضخم منه؟ اللي احنا نركز بقى في السلبيات ونحاول نفرش للراجل قبل المباراة، هنشوف على اللاعب مين، نقول المنتخب اللي هنقابله مثلا على سبيل المثال كوت ديفوار او الجزائر او اي فريق، والله النقاط السلبيه كذا وكذا، وعندهم عناصر قوه في واحد اتنين تلاته. ليه؟ عشان تذاكر صح، تحط طريقه لعبك صح، وانت تتعايش مع المباراه بشكل كبير. فده مهم جدا جدا لحضرتك. هتكلم النهارده في بعض الامور، هنروح للشاشه اشرح بعض الامور الفنيه. انا من وجهه نظري في امور فنيه النهارده كانت كويسه للامانه. طيب اول حاجة هبتدي بيها، وده كانت واضحة جدا جدا، الكرات الثابتة احنا ما كناش مميزين فيها بشكل كبير. وهنا هرجع للهدف استغلال، ممكن تنهي مباراة، ودايما كنا بنقول لحضراتكم كده، ممكن انهي مباراة بكرة ثابتة واحافظ على الانتصار. حقيقة لو عملت كده في بعض المباريات، لان هتقابل منتخبات قوية عندها العنصر البدني قوي، الاشتراكات، السرعة، بيمتازوا بده الفرق اللي هنقابلها بعد كده. فممكن تجي لك كرة ثابتة، الكرة الثابتة
تستغلها وتقفل ملعبك زي ما حصل النهارده. انت المفروض وده اللي هنقوله بعد شويه، بعد الهدف ادور على الهدف التاني بسرعه، لكن في كان عدم تركيز في الخط الامامي، ودي كانت من السلبيه الواضحه النهارده في منتخبنا. ولكن هروح للايجابيات في الاول، هتكلم على الكرات الثابته في اكتر من كوره. مثلا على سبيل المثال الشوط الاولاني الضربه الركنيه كان بيحصل تحركات، حتى لو ما وصلتش في حاجه بتتعمل، وبالنظر كده تشوف، كنت تشوف لاعب يجري على الاولى، لاعب يجري على الثانيه، بس لولا التمركز السوداني السليم من الدفاعات السودانيه كان ممكن يبقى فيه اهداف هنا، لان كانت بتتلعب كويس جدا الضربات الثابته. تلعب تلاقي مصطفى محمد بيتحرك هو وحجازي، ثم بيجي محمد عبد المنعم، اتكررت اكتر من مره، ثم الهدف في توفيق لان الجمله اتكررت اكتر من مره. وهنا هشرحها لحضراتكم بسرعه كده، تعالوا نتخيل مع بعض، كان موجود حجازي هنا، مصطفى محمد هنا، ومحمد عبد المنعم هنا بالظبط. محمد عمل كده ورجع تاني، قطع حجازي على الاولى، قطع بعديه عمرو السوليه، ثم محمد عبد المنعم كان واقف هنا، الراجل رجع ثم انطلق كده، اخد خطوتين مش كتير لتحت، ثم التحرك بدون كوره في ظهر الاثنين اللي اتحركوا في الاول، الاثنين اللي اتحركوا في الاول اخدوا عينين المدافعين، التحرك المدافع بالتالي مش هيسيبه يتحرك على الاولى، وهنا حجازي مميز جدا، ثم عمرو السوليه بيقطع وراه، وبيجي محمد عبد المنعم بياخد خطوه الاماميه، ثم الراجل بيرجع لورا وبيتحرك اتجاه المرمى، والكره تتلعب 10 على 10. يبقى هنا استغلينا الضربات الثابته اللي بتجينا، ودي من الايجابيات اللي كانت موجوده. كان دايما يجي لنا ضربات ثابته يقول لك احنا مفيش اي خطوره، سواء الضربات الثابته اللي من هنا او سواء الضربات الركنيه. فاحيانا، وكنا دايما مش احيانا، طول الوقت بنقول كره شمال افريقيا نخلي بالنا، علشان بيلعبوا الكره الثابته بشكل متميز جدا جدا. النهارده اللي شفناه من منتخبنا الوطني في كل الكرات الثابته في تحرك، في زياده عدديه، مش سلبيه، كان في ايجابيه في الكرات الثابته للامانه، ودي كانت باينه جدا واسفرت عن هدف الفوز لنجمنا محمد عبد المنعم. خلينا نروح بس عشان انا عايز اشرح امر مهم جدا فيما يخص وسط الملعب والخط الامامي. احنا دايما في البعض يلاقي في لاعب نجم نجوم وسوبر ستار وبتخاف تقرب منه من نقد فني، بالعكس احنا الفريق كله بنتعامل معاه بشكل اللي كله نجوم، تمام؟ فما ينفعش حتى لو في نجم في الفرقه ومستواه مش بالمستوى المطلوب او اللي احنا شايفينه، يبقى لازم نقول محمد صلاح ممكن يغير المباراه في اي لحظه، عشان كده بتشوفوه في الملعب. لكن لما نتكلم النهارده فنيا محمد صلاح، انا بقول من اقل مبارياته مع المنتخب، من اقل مبارياته مع المنتخب كان فيه ميز باص كتير جدا لمحمد صلاح، حتى الكره اللي اتلعبت تشيب باص من عبد الله السعيد لو كان استحوذ عليها بشكل كبير كان فرصه هدف 100% 100%. الراجل قطع من هنا لهنا 10 على 10، اتلعبت الكره من عبد الله السعيد جاي يستلم ببطن رجله، ما استحوذش على الكوره حتى هو لم نفسه. بنتكلم حتى الشوط الثاني في اكتر من كوره محمد صلاح بيعتمد على الفرديه، تتقطع منه الفريق السوداني يبتدي يتقدم من تاني اكتر من 3 4 كور. فمش متعودين من محمد صلاح في الحته دي اللي الكوره يفقدها بسهوله للامانه. فالنهارده من وجهه نظري اللي محمد صلاح الدرجه بتاعته مش عاليه، ليه؟ فقد الكوره كتير جدا، الفرص اللي جات له ما استغلهاش بشكل كبير، اتحرك في بعض الاوقات كويس، ولكن بعد كده مفيش تركيز، الكرة بنعمل بنفقدها بالسهولة. كمان اللي انا عايز اقوله ان هنا الضربة الثابتة اللي اتعملت كان لينا فاول هنا لعمر مرموش، الخط المهاجمين بتوعنا كلهم اتحركوا كده للخط الامامي كانهم هيتعاملوا مع الكرة الثابتة، ثم محمد صلاح بيتحرك لوحده، ولولا المدافع السوداني لقط تحرك محمد صلاح في الشوط الثاني كانت ممكن تبقى فرصة هدف بنسبة 100%. ده فيما يخص الكرات الثابتة النهاردة كنا متميزين فيها، في تحرك جوه البوكس على 10 على 10 من مصطفى محمد وحجازي لما بيطلع وعمرو السولية، حتى محمد عبد المنعم لما كان بيطلع في الخط الأمامي. مرة تانية عمر مرموش
عمر مرموش اتمنى ما يلعبش بفرديه، العب باص وتحرك في مساحه، باص وتحرك في مساحه. ليه؟ علشان انت لما بتمسك الكوره بيجي عليك لاعب واتنين بتفقد الكوره، يبتدي الكوره بدل ما تبقى معانا تبقى هجمه علينا، وده غلط. اعتمد على الجماعيه. يعيب كمان المنتخب النهارده بعد الهدف معرفتش تجيب الهدف التاني، تعمل حاجه مهمه جدا، الاستحواذ. احنا ليه سيطرنا وضغطنا؟ لما تروح تضغط المنافس، لما تضغط المنافس تعمل حاجه مهمه جدا، تشتغل على الاجناب، ما تصممش على العمق، والاجناب يحصل اللي انت تدوير للعب، اعمل احباط للمنافس، امسك الكوره. وكان لازم النني وعمرو السوليه وزيزو لما نزل ومحمد صلاح ومصطفى محمد وعمر مرموش وبعديه تريزيجيه، الكوره مثلا مع هنا النني لو مرر لعمرو السوليه ثم محمد صلاح يرجع تاني، تبتدي تعمل استحواذ امامي هنا عشان تفضل ضاغط الفرقه. لما الفرقه تلاقيك ماسك الكوره كتير، لمسه ولمسه ولعبه، يجي لك احباط تخليه خايف اكتر، ويبتدي يظهر عيوب اللعيب. لما بيلاقيك بتستحوذ على الكوره كتير بيبقى عايز يجري يقطع، فبيجري غلط، فبيضغط غلط، بيخلق لك مساحه ممكن تجيب منها هدف. لكن احنا للاسف امسك الكوره هنا اروح جاي عايز اعدي واحد على واحد، فبيجي له مسانده ودعم بسرعه فبتتقطع مننا. اروح الناحيه التانيه تتلعب لونج باص لمحمد صلاح يعتمد على الفرديه يزق اسرع ثم تقطع الكوره تبقى علينا. قعدنا كده ربع ساعه في الشوط التاني بعد الهدف، فده غلط. بعد الهدف استحوذ، انقل كتير هنا، خصوصا اللي انت ابتديت تهاجم وابتديت يبقى في تسديدات من خارج المرمى، يبقى بالتالي لازم استحوذ كتير، انقل الكوره كتير، لمسه ولمسه ولعبه وسريعه. هتلاقي اللعيبه بالتالي لما يجي لها احباط من النقل الكتير هيروح يضغط غلط، هيبان لك اللي في حد فاضي على الاطراف، تبتدي تستغل الاطراف. لكن كمان الاختراق من العمق في زياده عدديه كبيره وزحمه والاصرار على العمق ده غلط، مش صح. الاصرار على العمق وتتاخد الكوره، عشان كده ظهرنا لبعض الوقت برضو فقدنا الجماعيه شويه. طب مع منتخبات اقوى فنيا لا هنعاني، هتلاقوا الاداء زي نيجيريا بالظبط. يبقى انا دي حاجات لازم تتعالج، والمدير الفني يجيب كده شريط الفيديو ويوقف لعبه بلعبتها. انت قاعد في معسكر ما وراكش اي حاجه، شغلك الشاغل تنافس على البطوله، وسقف الطموح بيزيد وصلنا. فبالتالي هتقابل اي منتخب هتقابله بعد كده هو فنيا عالي جدا، مش بمستوى المنتخب السوداني. علشان كده في بعض الامور لازم نعالجها بسرعه. لو انا جبت شريط الفيديو كمدير فني هقعد مثلا هقول للاعيب اللي هنا انت ليه، ويوري له انت رحت اخترقت فردي ليه، مع انك ممكن تمرر هنا لعبد الله السعيد او النني، والنني يروح ناقل الكوره لمحمد صلاح. لما رحت لوحدك اتاخدت الكوره، خليت كل اللي اتحركوا هنا اتضربوا في اللعب، وده حصل كتير جدا، وده مش دورنا، ده دور المدير الفني اللي هو يعالج الامور دي كلها. لكن لما نتكلم كوره النهارده من وجهه نظري لا، في بعض الامور الكويسه. وتاني مش هنبالغ، ليه مش هنبالغ؟ علشان ده الطبيعي جدا جدا للفروق الفنيه تاني والفروق الجماعيه. فمش عايز بقى ناس تطلع تحسسنا ان احنا خلاص رجعنا بكاس الامم. نحط كل حاجه في سياقها وفي المربع بتاعها. ده الطبيعي، الطبيعي المرحلة دي وعدت بحلوها بمرها بكل حاجة. حصل في البداية ضربة البداية كان الناس زعلانة والجماهير زعلانة بشكل كبير جدا ومتضايقة من الأداء، وكان في حالة من الإحباط. رحنا المباراة التانية أوكي زدنا نسبيا مش بشكل كبير. النهاردة في بعض الأمور وده الطبيعي تاني والمنطقي، لكن اللي جاي هو الصعب، اللي جاي هو التركيز. هتخلص دور هتقابل الاصعب، والاصعب اللي عايز البطوله هو ده. ما يقولش بقى هنقابل منتخب كوت ديفوار وهنرجع نقول 25 محترف، لا عايزين 25 مش 11 بس، 25 راجل، 25 راجل متحمل المسؤوليه. واعمل اللي عليك، واحنا اول ناس هنا في البرنامج هنسقف لك ونقول لك عملت اللي عليك وهارد لك. ما عملتش اللي عليك هيبقى في نقد، لان ده طبيعي جدا لما انت ما تقدمش. المردود الفني لازم
الناس تنتقد، لان كان املنا فيك كبير جدا جدا، وده من حبنا في منتخبنا. يبقى احنا النهارده لما نتكلم على اللعيبه، محمد الشناوي محافظ على المستوى بتاعه في التعامل مع اللاعب حجازي، النهارده افضل نسبيا على المباراه اللي فات. محمد عشان كده احمد حجازي اخذ رجل المباراه، وهو كان الامانه تعامل مع كل الكرات اللي جات له، ونسبته كانت كبيره جدا من وجهه نظري، سواء في الباص اللي بيعمله او سواء في التغطيات. النهارده محمد عبد المنعم لاعب النهارده بيلعب مكان الوينش، بيقول انا موجود ولاعب عندي، انا يعني اقدر اكسب تعاطف الجماهير بشكل كبير جدا. دي المباراه الثانيه ولا الثالثه ليه دوليا، فبالتالي عمل اللي عليه بشوف كده. والنهارده لما يجيب هدف الفوز، دي حاجه بيديله ثقه اكتر واكتر واكتر. بنتكلم على عمر كمال عبد الواحد، لا مستواه النهارده مش زي المباراه اللي فاتت. هو المباراه اللي فاتت هو رجل المباراه في المنتخب المصري، كان ممكن عنده واجبات ما بيزيدش قوي، لان احنا بنتكلم في اتنين هنا، مش يعني لو راح محمد صلاح هيبقى موجود هيعمل الدور الهجومي، ولكن كان بيعمل حاجه كويسه جدا. محمد صلاح كان بيدخل لجوه، ثم هو بيتحرك كويس كلاعب راجل اكيد 100%، لان اصعب حاجه اللي يبقى فيه لاعب اساسي وانت تنزل او تبتدي تاخد المكان عشان اصابه، بتتحمل مسؤوليه، وهنا هو لاعب متميز جدا الامانه. بس لما نيجي نقارن بالمباراة اللي فاتت، لا هو المباراة دي أفضل بكتير، المباراة اللي فاتت أفضل بكتير. النهاردة هو أقل حوالي 10-15% عن المباراة اللي فاتت، لأن ما أعرفش بقى عرضياته النهاردة ما كانتش متقنة كمان بشكل كبير. أيمن أشرف بقول اللي هو عمل الدور الدفاعي 10/10، 10/10، لكن دوره الهجومي كان قليل جدا. لكن برضو خلينا نقول واجبات أي مدافع اللي يدافع الاول قبل، يعني تيجي حد يقيمك او فن يقيمك، يقيمك على دورك الدفاع. كدفاع ايمن اشرف عمل ميس باص قليل جدا، بل ممكن نقول ما فيش، ولكن دور الدفاع كان كل التغطيات سليمه بنسبه 100%. نتكلم النهارده الراجل عدل حاجه لطيفه جدا، واللي يركز فنيا في اللي انا هقوله هيعرف ان ده حصل باختلاف على المباراه اللي فاتت. كان هو الراجل حاطط هنا المباراه اللي فاتت عمرو السولي، وكان النني ناحيه اليمين وعبد الله السعيد ناحيه، النهارده عمل ايه؟ خلى النني هو هنا، وده الصح، النني ما يلعبش هنا. النني هنا يستلم ويسلم، يستلم يمين تجي له من اليمين يوديها في الشمال، يجي ينزل للباك ليفت تدي له الكوره، عمل اكتر من تغييره ملعب. هو ده النني، هتحطه هنا يبقى ما تلعبهوش، ده وجهه نظر. لو هتحطه هنا لانه الدور ده من الماتش اللي فات ما قامش بيه 10/10، لا ما كانش كويس في الحته دي. فلاعب النني هنا ولاعب عمرو السولية. انا كنت اتمنى الناس تسمع ونشوف كلامنا هيفرق ولا لا. لينا طبيعه لعب ولينا افراد احنا عارفين دورهم في الملعب ايه، امتى بيسلم وامتى بينزل وامتى عنده ثقه. لما احط عبد الله السعيد هنا، هو عبد الله السعيد هيعمل ايه؟ تمام، عبد الله السعيد هيلعب هنا، عبد الله هيلعب لايمن اشرف، ايمن اشرف هيدي له الكوره هيبتدي يمرر. طيب هيروح يهاجم عبد الله قليل جدا، يعني عبد الله ظهر في المباراه في كرة اللي عملها الشوط الاولاني لمحمد صلاح ثرو باص، كان فين؟ كان هنا، كان هنا. يبقى انا لما اجي العب بدل ما العب الثلاثه كده على خط واحد، ايه المانع عبد الله يبقى هنا؟ ايه المانع؟ ايه المانع؟ ده اللي بيخلي الواحد، انا مذاكر الفرقه وبشوفها، والراجل ده 19 ده لو في رقم 10 هنا في الملعب، ولما الثرو باص اتعمل عشان هو مميز في ده، هو مميز في ده، فعمل الثرو باص لصلاح لما قطع عرضي. هو من امكانيات عبد الله في الالعاب دي، انا بقى اروح حاطه هنا، ما هيعمل لي ثرو باص ازاي؟ ده دوره يعمل جماعيه في الاداء، وهو يروح ناحيه اليمين والشمال وينزل لتحت، ولاعب متحرك في كل حته في الملعب، في كل حته في الملعب، ده لازم يعمل كده. دي طبيعتنا مع نوعيه بقى وليد صلاح الدين وحازم امام وابو تريكه ومين تاني يا جماعه كتير، قفشه وكل اي حد بيلعب، احنا دي طبيعتنا في الرياضه، مش هيجي تتغير فجاه. فثلاثه عبد الله وهو هنا هتشوفوا الانتاج بتاعه افضل بكتير. ليه؟ لان انا لاعب بيبقى عندي امكانيات مختلفة عن بقية اللعيبة، بعمل لونج باص، بعمل ثرو باص، بعمل جماعة في الاداء، ما بهربش من الكورة، انا اللي بروح لها عشان عارف امكانياتي.
لما انا اروح ناحيه الشمال اخد الكوره امررها واجي واروح وراها بكتسب ثقه. يروح الراجل مثلا بكره تديني الكوره تاني، لو انا حموه او بشوف محمد صلاح بعمل السرو باص بكتسب ثقه، فابتدي اتعايش مع المباراه. لكن لما اروح هنا اروح اعمل دور هجومي مطالب مني دور دفاعي ارجع، كل ده مش امكانياته، ده ولياقته البدنيه مش هتسعفه، والسن ما بقاش يسمح بده. ده اللي احنا بنقوله، دي لو الحاجات دي البسيطه دي ركزنا فيها وناخدها بعين النصيحه كلنا احنا هدفنا ايه. فدي ده المركز ده ما ينفعش عبد الله السعيد يبقى هنا للمره المليون بيقول، ولا هتلاقي ايمن اشرف عامل يعمل في الدور الهجومي لانه قدامه عمر مرموش، ولا عبد او هقول على حاجه عمر مرموش ما لو ما دخلش جوه هيتحرك ايمن اشرف لازم يدخل جوه عشان ايمن يتحرك، عشان كده ما بنشوفش ايمن هنا عشان الراجل ده واقف على الخط على طول، يبقى لازم تحركات فيها لا مركزيه، لازم الراجل ده يدخل لجوه ياخد معاه المدافع ثم ايمن اشرف يتحرك. دي حاجات طبيعية، وده الطبيعي على فكرة، ما بتكلمش ده فيها صعوبة، دي حاجات سهلة جدا. طيب وهيبقى في عبد الله السعيد هنا، ما هو عبد الله بقى دور عبد الله هنا ايه وهو واقف في المربع ده بس؟ لا ما انت امكانياته لغيها كلها، امكانياته لغيها. لما يبقى هنا هيعمل الجماعية اللي انا قلت عليها من شوية. ده كان كلامنا عن الفنيات اللي موجود. لازم ابو صلاح يشد حيله شويه، لان النهارده انا بشوف اللي محمد صلاح واعتقد بخبرته ونجوميته هو يعلم تماما اللي النهارده ما كانش محمد صلاح في الفورمات. انا بتكلم كده ليه؟ لانه نجم كبير بنعتمد عليه، فالطبيعي لما بيبقى كويس بيقوم الفريق معاه، بيقوم الخط الامامي معاه. مصطفى محمد النهارده في كرات كتير عرضيه كان بيحاول للامانه افضل من المباراه اللي فاتت، في كرات كتير بيتعامل بيخش بمنتهى القوه، الكرات الجايه بيحاول يشترك فيها وبينزل لتحت ثم بيتحرك على الاطراف، برضو انا بشوف اللي هو كان افضل من المباراه اللي فاتت بشكل كبير. علشان كده ربنا يوفقنا في اللي جاي، اللي جاي هو الصعب، لكن الف مبروك المدير الفني، الف مبروك اللاعبين، الف مبروك الجماهير المصريه. ده فوز متوقع، فوز مستحق لفاروق الامكانيات مش عشان حاجة تانية. وده كان كلامنا كده عن المباراة. خليني اخد بعض الاخبار كمان السريعة عشان كمان معانا في الفقرة التانية نجمنا ونجم اوضه اللبس دايما بعد المباراة بيتكلم معانا، والكابتن ابراهيم سعيد بيشوف السلبيات والايجابيات بنتكلم فيها مع بعض. اكيد بعد شوية هيبقى معانا الكابتن ابراهيم. عايز اناقش بقى بعض الامور المهمة بالنسبة لي، وعايز اتكلم في موضوع مهم. طيب انا عايز اتكلم على نقطة مهمة في البداية بالنسبة للاخبار اللي موجودة. اول حاجة بن شرقي شكله بيبعد عن نادي الزمالك بشكل كبير، واكيد الكواليس هيبان بعد كده هو هينتقل فين، لان الراجل بيحدد 2 مليون دولار للفريق اللي عايز يتعاقد معاه. قعدة واثنين وثلاثة، وانا نصيحتي دايما لمجلس ادارة نادي الزمالك وده اللي بتكلم فيه دايما، اللاعب لازم تقعد معاه قعدة يبقى فيها حسم، تعرف جمهورك بالامور، لا هو مش معانا او معانا واحسم، بدل بيقعد في وقت وتعلي من اسمه وتكبره والاسم بيستفيد وفي الاخر يهرب او يمشي. لكن في دايما بيبقى في قعدات للحسم. اللي اتذكر فيه موضوع رمضان صبحي اللي الكل بيخاف يتكلم فيه، نادي قال له ساعة ترد علينا دلوقتي، لا، والاهلي طلع قبل اي حد اعلن مش معانا وعلى مجلس الادارة يتحمل مسؤولياته قولا واحدا. ليه؟ لان النادي وكيان النادي اهم من اي لاعب. النادي هو اللي بيصنع النجوم والجماهير اللي بتصنع. احمد فتحي اعلن صراحه نادي فضل موجود لانه ليه رصيد عند الجماهير. هي الامور الاحترافيه انا اتمنى واثق في الاستاذ مرتضى منصور وامير مرتضى منصور، اعلن قعدت قاعده اقول واحد اتنين تلاته جماهيرك هتحب الزمالك اكتر من اي حد. والله صدقوني انا عارف بقول لكم ايه، ما بتقفش على حد، الاهلي والزمالك ما بيقفوش على اي حد،
والناديين الكبار بيبقى فيه لعيبه بتصنع تاريخ، اللعيبه اللي هي بتبقى حابه النادي وحابه الجماهير واخر تفكيرها يبقى الفلوس. احنا في زمن العقليات اختلفت، في زمن العقليات اختلفت، افهموا معنى كلمتي. عقلية اللي انا بخلص عشان اسعد جمهوري والانتماء وبنام بدري وعارف باكل ايه وعارف بصاحب مين، انا اقول لكم لغاية اجيال سابقة مش في وقت بعيد ده كان تفكيرها. احنا النهاردة تفكيرنا الوكيل يروح جاي لي عروض، انا ماشي هتديني كام الفلوس كام، بروح اصاحب ناس بتوقعني، اقعد في اماكن لا تليق باسم النادي اللي انا فيه، مش عارف التغذية بتاعتي ايه، تركيزي في السوشيال ميديا، فجيل او عقليات متغيرة بشكل كبير، وجيل متعب شويتين في التفاوض، مع في بعض الوكلاء بيعرفوا يدروها مع لعيبتهم كويس عشان يجيب له اكبر استفادة. فمن حق الوكيل يعمل كده عشان الناس ما تزعلش مننا. في حاجات انا اقول لكم، يبقى مثلا ايه، لاعب نادي الزمالك عنده تجديد يقول لك بس تقول بس راح الاهلي فاوضه، وهو الاهلي فاوضه ولا اي حاجه، ويعرف له ثلاثة اربعة صحابه وما يعرفوا ينزلوا له اخبار، يبقى ده موجود. تروح لاعب في الاهلي يقول لك قعد مع الزمالك وبيحاولوا يتفاوضوا معاه علشان يردوا على نادي الزمالك، والضحيه هنا الناديين لازم يبقوا اذكياء، لان ولا ده ساعات بيعمل كده، لكن اللاعب بيبقى ليه رجالته اللي موجوده اللي تقدر تنزل له اخبار، وحضرتك اللي بتلبس بدل ما هتخلص مع اللاعب بخمس قروش تلاقي نفسك دفع 10. ومع اللي احنا كمان في موضوع التعاقدات فعلا ما بتعاملش باحترافيه، ولا في حاجه اسمها تقييم للاعب. انا لما اجي اشتري لاعب لازم اشوف مواصفاته، هل هو مدافع بيقطع الكرات العاليه مميز فيها ولا لا، السبرنت بتاعه، الضغط بتاعه، اهدافه، هل هو بيزيد ولا ما بيزيدش، كورته كويسه ولا مش كورته كويسه، ثم ابتدي اقيم حالته البدنيه عامله ايه، السن ايه، كل ده. لكن احنا عمري ما هنسى ولا حضراتكم هتنسوا حسين فيصل اللاعب المتميز، المتميز لعب مباراه امام المنتخب السوداني، وانا بقول لكم للامانه وعلى مسؤوليتي في فرق عامل كده، كده بالظبط بالظبط الفرق عامل كده في الامكانيات في كل حاجه، والفرديه والجماعيه والتاريخ في كره القدم. فانت لما تتالق قدام، لا انا عايزك تتالق قدام نيجيريا، واذا تالقت قدام نيجيريا لازم تلعب وقت طويل محافظ على مستواك. ثم خرج علينا رئيس نادي سموحه 50 مليون 40 مليون 60 مليون، ايه ده؟ عشان مباراة ظهرت فيها بشكل كويس، النجومية استمرارية، فالاستمرارية تفاوض بعد استمرارية في النجاح واستمرارية في الأداء، والاستمرارية مش أي حد بيبقى لاعب منضبط في كل حاجة، في أكله في خروجه في ميعاد نومه في كل حاجة، ده الاحتراف، وبيحرم نفسه وبيحرم نفسه. وقدامك أهو صلاح والنني وتريزيجيه، انا بتكلم كمان في الجيل اللي هو معاك وحجازي. فانت بالتالي لازم الحاجات دي يبقى عندنا آلية لتنفيذها، مش اي حد يضرب اي رقم، اي رقم اضربه وخلاص. والله حاجة فعلا حاجة تحزن بجد الاسعار، او يا رب الكل يرزق الجميع بالمناسبة. لكن انا بتكلم في الشيء اللي احنا بنعمله في الرياضة المصرية ده حرام جدا جدا جدا. فيما يخص فقراتنا كمان، خلونا معانا الفقرة اللي حضراتكم بتحبوها وابتديتوا تتابعوها، وفقرة التكريم، نشوف معانا مين في نجم لا ينسى ونرجع لحضراتكم. الأساطير ستظل عالقة في وجداننا مهما مر الزمان والتاريخ، منهم من رحل وترك لنا من المعاني والمفردات التي نستمد منها القيم والمبادئ، فأي أساطير تلك الذين ذهبوا إلى بعيد، ولكن مهما طالت المسافات يظلون عالقون بالأذهان في كل لحظة تمر في حياتنا. وهناك أساطير يشكلون الحياة بآمال النجاح والرقي، ولكن في النهاية يلتمس القلب مع الروح ليسطع نجم واحد لا ينسى.
واحد من أهم رموز الكرة المصرية وشاهد عيان على إنجازات رائعة سواء لاعب أو رئيس لاتحاد الكرة، هو الراحل سمير زاهر. زاهر ولد في 30 أغسطس من عام 1943 بمحافظة دمياط، حصل على بكالوريوس العلوم العسكرية وساهم في انتصار جيشنا المصري العظيم في حرب أكتوبر عام 73، وكان واحد من المقاتلين على الجبهة من أجل استرداد أرض سينا العزيزة. استهل الراحل سمير زاهر مشواره مع لعبة كرة القدم مع نادي دمياط بمسقط رأسه في عام 1959، ثم انتقل لصفوف فريق النادي الأهلي عام 1964، واستمر داخل قلعة التتش حتى عام 1973، كما لعب باسم منتخب مصر الأول ومنتخبنا العسكري أيضاً. عقب اعتزاله لاعب كرة القدم، شغل سمير زاهر العديد من المناصب الإدارية، حيث كان عضو المجلس إدارة نادي هليوبلس على مدار 12 سنة بداية من عام 1990، ثم عضو باتحاد الكرة المصري عام 1992، ثم نائبا لرئيس الجبلية عام 1994، ثم تولى منصب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بداية من 96 حتى عام 1999، كما تولى المنصب في فترة تانية بداية من 2005 وحتى 2012، وهي الفترة اللي كانت شاهدة على إنجازات تاريخية للكرة في مصر، في مقدمتها تتويج منتخبنا القومي بلقب أمم أفريقيا 3 مرات متتالية، والتوهج في كأس العالم للقارات، حيث كانت نظرة زاهر الثاقبة في اختيار حسن شحاتة مدير فني للفراعنة أحد أبرز أسباب طفرة الفراعنة خلال تلك الحقبة، كما كان اتحاد زاهر شاهداً على عودة محمود الجوهري للقيادة الفنية للمنتخب المصري في الولاية الأولى، ومن ثم تتويج ما أروعه في بوركينا فاسو بلقب أمم أفريقيا 98، ليرتبط اسم الراحل سمير زاهر دائماً بإنجازات الكرة المصرية خلال الربع قرن الأخير. تقدم زاهر باستقالته من منصب رئيس اتحاد الكرة المصري عقب حادث بورسعيد الشهير مطلع فبراير 2012. شغل زاهر منصب رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي لكرة القدم منذ عام 1999 وحتى 2003، وكان أول من أدخل مجال التسويق للكرة المصرية، حيث وضع سعر للدوري المصري بدأ ب 3 مليون جنيه، ثم وصل في عهده إلى ما يقارب 100 مليون جنيه. أما عن المناصب السياسية، فنصب زاهر عضواً بمجلس الشورى وعضو بمجلس الشعب في الفترة من عام 1995 وحتى عام 2000، ليبقى سمير زاهر واحداً من أبرز علامات الكرة المصرية، وتبقى مواقفه الخالدة وإنجازاته الخالدة وتضحياته في سبيل وطنه عائشة في قلوب المصريين. كان معانا النهاردة في نجم لا ينسى واحد من أساطير الكرة المصرية، واحد دخل أمور كتير جدا في الرياضة، شخصية أكثر من رائعة، حقق بطولات كتير جدا وهو على كرسي الاتحاد، كابتن سمير زاهر الله يرحمه، واحد من الشخصيات المحترمة جدا اللي كان ليها علامات كتير في الرياضة المصرية. فالنهاردة بنكرمه بشكل كبير جدا، حتى لو تقرير بسيط. انا قلت لكم ده واجب علينا طول الوقت، اللي كل نجومنا نكرمهم، واحنا بنكرم الكابتن سمير النهارده. حابين نسمع كمان نجله الاستاذ حماده زاهر، برحب بيك كابتن شادي. بشكرك جدا وبشكرك جدا على هذا التكريم، وبشكرك جدا على تخليد ذكرى كابتن سمير، وانت وحشنا يا نجم. ويعني يعني انت لو تفتكر في معسكرات المنتخب برضو، يعني انت كان ليك حضور جامد جدا، وانت نجم من نجوم مصر عموما. يعني حمادة، خليني اقول لك، في وجودك الله يرحمه الكابتن سمير، دايما الناس المحترمة والناس اللي تعبت، وواحد من افضل الاداريين في مصر فيما يخص الرياضة، دايما السيرة الطيبة هي اللي بتبقى حاضرة للانجازات اللي عملها. لو هتكلمنا عن الكابتن سمير زاهر هتقول لنا ايه؟ والله الحمد لله، طبعا في عصر كابتن سمير انت عارف طبعا مصر حصدت 4 بطولات افريقية، 97 و2006 سوري 98 و2006 و2008 و2010، والحقيقة كان في انجازات كبيرة للكرة المصرية، وكان يعني حقيقي كان حتى يعني ساعتها الكرة المصرية والدوري المصري حتى
كان يعني في 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 توهج كبير يعني. انت عارف كابتن شادي كابتن سمير طبعا، ومدى هو كان دؤوب ازاي، وهو بيحب الكره المصريه ازاي، وهو يعني كان مخصص يعني جزء كبير جدا من وقته للمنتخب القومي والاتحاد الكوره عموما يعني. حماده كان دايما الكابتن سمير، ولازم الناس تعرف، وجال وقت لما كان بيبقى فيه معسكرات ولا وهو رئيس الاتحاد ممكن ما يروحش عادي، كان حتى مع الكابتن حسن شحاته، والتوقيت ده انا كنت موجود في تدريب، تلاقيه رئيس بعثه موجود، ما بيسيبش اي حد، كل صغيره وكبيره في المنتخب بيحاول يسهلها. كان بيقول لك ايه في التوقيت دوت، خصوصا اللي هو لو في لعيبه وفي جهاز فني نجح، فالراجل برضو ده كان ليه دور مهم جدا جدا. والله الحقيقة انت عارف طبعا يعني في 2006 و2008 و2010 مع الكابتن العظيم حسن شحاتة عملوا انجازات كبيرة قوي مع بعض، وساعتها يعني انت عارف الكابتن كان المشرف على المنتخب الوطني الاول، وكان دايما يعني مرافق للمنتخب ومرافق للجهاز الفني ومرافق للاعبين. يعني انا اتذكر بس في يعني قبليها شويه في 98 بطوله افريقيا بتاعت كابتن جوهري، انت عارف كانت في بوركينا فاسو، فساعتها يعني بالصدفه كان كابتن سمير بيتفرج عليها من القاهره يعني، وانا كنت بتفرج معاه. مش عايز اقول لك يعني ساعه جول الفاينل بتاع كابتن احمد حسن اللي هو في فاينل قصاد ساوث افريكا قصاد جنوب افريقيا، مش عايز اقول لك الفرحه كانت عامله ازاي يعني. وبعد كده الحقيقه قدر بصراحه ان هو يتوج المجهود دوت يعني بثلاث بطولات جامدين جدا يعني تحسب له في رصيده في الكره المصريه والافريقيه والعالميه. انا متفق معاك 100% حماده. النهارده كنا بنكرم واحد من رموز الرياضه المصريه واسطوره من اساطير الاداره في مصر، غير حاجات كتير جدا، ويحسب له التطوير وازاي النهارده الاعلانات تستفيد منها. وكان الراجل ده والبث الفضائي هو اول حد ابتدى الكلام ده للامانه، وده يحسب له. انت قلت جمله مهمه جدا، قلت كان دؤوب وكان بيعجبني قوي في ظل يبقى في ازمات، ويقول لك جماهير كان بيعمل، تلاقيه في وزارة الداخلية بيتحرك عشان عودة الجماهير، تلاقيه مع الأندية بيتكلم، بيروح النادي الأهلي، يروح نادي الزمالك، يجمع الناس في أوقات كتير جدا في مسؤول ما بيعرفش يعمل الكلام ده. والله حقيقة كابتن شادي هو يعني أنا مش عايز أقول لك يعني هو كان مخصص وقته كله، وكان حقيقي تليفونه ده يعني 24 ساعة تقريبا شغال، وكان بيرد وبيحاول يحل مشاكل كل الناس، ويعني الله يرحمه كان الله يرحمه يعني الله يرحمه. كان بصراحة يعني اتعلمنا منه الكثير يعني. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله بالتوفيق، والحمد لله منتخب مصر فاز النهاردة الحمد لله الحمد إن شاء الله يكمل يعني مسيرة، ونحاول نتوج إن شاء الله ببطولة تمنى بإذن الله يا رب. حماد أنا بشكرك شكرا جزيلا، ودي أقل حاجة نقدمها للأسطورة كابتن سمير زاهر. بشكرك يا حماده شكرا جزيلا. هنحاول نجري بسرعه في حبوه، وانا قلت لكم كل يوم اربع ان شاء الله هتبقى موجوده معانا الفقره دي، وهي رد الجميل. اخترقنا يعني امر صعب جدا، وقدرنا نسجل مع واحد من نجوم نادي الزمالك. بنتكلم عن النجم الكبير الكابتن سعيد الجداي، لعيب ليه اسمه، كان لاعب كبير جدا بيمر بظروف صحية صعبة، لكن واجبنا ودورنا اللي احنا كنا نبقى موجودين معاه. ممكن نلاقي حاجات في التقرير شوية، لان في بعض الصعاب في الكلام هتلاقوا ابن الكابتن سعيد بيتكلم، ولكن الظروف الصحية اللي بيمر بيها يا رب ربنا يشفيه ويعافيه. واحد من نجوم الرياضة المصرية ونجم من نجوم نادي الزمالك الكابتن سعيد الجداي، رحنا سجلنا معاه، وده اسمه رد الجميل لنجم كبير اسعدنا واسعد الجماهير الزملكاويه واسعد المصريين. عشان كده حق علينا واجب علينا فقره رد الاعتبار معانا، يكون معانا الكابتن سعيد الجداي. هنروح نشوف التقرير اللي اتسجل معاه، وبعدين هنستقبل نجمنا الكابتن ابراهيم سعيد في اوضه اللبس النهارده، نتكلم عن منتخبنا الوطني.
يبقى فيه اهتمام بالموضوع شوية. كابتن بخير الحمد لله هو بيمارس حياته الطبيعية، مفيش مشكلة، كل الناس بتدعمه، كل أهلنا حوالينا، مفيش أي مشكلة والأمور كلها تمام وبخير. تمام كمان أتصدق في أولاد كويسين أهتم بيهم، حرام يبقوا في الشارع. هو الكابتن يقصد بس قصة احنا عندنا رئيس جمهورية محترم وعندنا حكومة محترمة، هو الكابتن بيقصد بس بيوجه رسالة للسيد وزير الشباب والرياضة انه يهتم بمركز شباب الجبل الأصفر، نادي الاتحاد السوداني العام بالجبل الأصفر، محتاج اهتمام في ملف بالمشاكل. احنا بنتمنى اعضاء مجلس الاداره موجودين حوالينا ان احنا حد يقبل الطلبات بتاعه مجلس الاداره. النادي برئاسه كابتن حسن بصري، راجل برضو من نجوم نادي الزمالك اللي اثروا الكره المصريه، فالبلد دي طينتها معروفة كده زي البرازيل في 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 أمريكا الجنوبية. إحنا عندنا الجبل الأصفر هنا بتطلع مواهب، فإحنا بنحاول نوفق القصة ديت، فعايزين مساعدة من سيادة الوزير يشوف المشاكل اللي موجودة في ال في في هو ده كل طلبات الكابتن، اللي بنتمنى إن أي حد يلقي نظرة على على على, على نادي الاتحاد السوداني العام. على كل وزير كل رياضة كل مشاكل. برحب بحضراتكم من جديد، ودلوقتي فقرة تحليل المباراة مع نجمنا الكابتن ابراهيم سعيد اللي دايما مشرفنا ونورنا. كابتن ابراهيم برحب بيك. حبيبي يا كابتن، عامل ايه؟ الحمد لله تمام. انا نفسي قبل انت بتعمل ايه اليوم؟ بتروح فين؟ بتختفي كده ما بشوفكش خالص ولا بترد على تليفوناتك؟ ليه موجود والله؟ فين؟ موجود بس شغل. سمعت ان انت راجل بيزنس مان دلوقتي. انا غلبان. لا خالص والله، بص هو اساس طبعا كوره يعني، واخد بالك، ربنا دايما يعني يجعلنا سبب ان انت تبقى مصدر خير للناس يعني. صح ولا مش صح؟ دي حاجه بتبقى احساس حلو جدا ان انت بيبقى ليك مكان او ليك بيزنس مثلا، بيبقى بتفتح عن طريقه مصدر رزق لناس كثيره. واتمنى ان شاء الله ربنا يوفقني فيه وربنا يكرمني يا رب ويجعلني سبب فتح باب رزق الناس كثيره، بيبقى احساس حلو جدا على فكره جدا يعني. ربنا يوفقك يا حاج ابراهيم حبيبي. بس انا عارف ان انت بس مستغرب الموضوع، بس هو سنه الحياه ان انت لازم الحياه بتغير. صح ولا مش صح؟ ولو في مسؤوليات كبيره، مسؤوليات وفي برضو اهداف الواحد، برضو ممكن في اخفاقات ممكن قابلتك في حياتك كتير جدا، بس تقدر ان انت مع الوقت بخبره بتبقى احساس حلو جدا ان انت بيبقى ليك مكان او ليك بيزنس مثلا، بيبقى بتفتح عن طريقه مصدر رزق الناس كثيره. واتمنى ان شاء الله ربنا يوفقني فيه وربنا يكرمني يا رب ويجعلني سبب فتح باب رزق الناس كثيره، بيبقى احساس حلو جدا على فكره جدا يعني. ربنا يوفقك يا حاج ابراهيم حبيبي. بس انا عارف ان انت بس مستغرب الموضوع، بس هو سنه الحياه ان انت لازم الحياه بتغير. صح ولا مش صح؟ ولو في مسؤوليات كبيره، مسؤوليات وفي برضو اهداف الواحد، برضو ممكن في اخفاقات ممكن قابلتك في حياتك كتير جدا، بس تقدر ان انت مع الوقت بخبره الحياه والافضل ان انت تقدر تتعلم من الاخطاء اللي انت قبل كده قابلتها. فلو ما اتعلمتهاش يبقى عمرك هتفضل زي ما انت. فالواحد الحمد لله مع الوقت برضو، وبرضو طبعا موضوع والدي والدتي مرضهم اكيد اثر بشكل كبير جدا عليا، حسسني بمسؤوليه كبيره جدا عندي اولادي، فكل المسؤوليات دي خليتك ان انت بتعيد حساباتك، وخصوصا كمان ان انا مريت بظروف كانت صعبه شويه، مرض والدي ومرض والدتي، فكانت الموضوع كان صعب شويه، بخلاف ان انت في اوقات كتيره جدا الناس تخلت عنك. ففي الوقت ده لاما تقف تاني وتبقى اقوى، لاما خلاص انت اتنسيت. فالخبطات اللي ظهرت في حياتي اكيد برضو علمتني وادتني خبره في الحياه، وادتني دافع كبير جدا، لان كان الحمد لله الواحد من شخصيتي انت عارفني يا كابتن شادي يعني، انا بحب اثبات الذات. فلو الحته دي كانت
ما عرفتش اسيطر عليها كنت تقريبا مش هبقى قاعد معاك دلوقتي. دي حقيقة. في نقطتين بجد انا كنتش يعني مش دي البدايه، احنا كنا نتكلم كوره بس مهم جدا اتعلم منك شويه العقل حبيب. اللي انت اتكلمت فيهم في الاول. في حاجه مثلا ندمان عليها مثلا كنت عشان الشباب انت قلت جمله حلوه قوي، قلت في حاجات انا مش عايز اكررها تاني والواحد بينضج عشان عنده مسؤوليه والكلام ده كله. في حاجات ايه الغلط اللي انت مثلا لو رجعت ورا مش القرار الغلط اللي انت مش هتعمله تاني عشان الشباب اللي موجود يتعلم؟ والله بص هو طبعا خلينا نتكلم يا كابتن شادي ان الظروف غير الظروف. الحياه اختلفت، يعني دلوقتي عندنا في كذا وسيله عن طريق السوشيال ميديا تقدر تتواصل مع الناس، تقدر توصلهم تعرفهم بنفسك، تقدر تقرب منهم. فالحته دي ما كانتش موجوده في الوقت بتاعنا. يعني عشان انت كنت عشان توصل من ناحيه اعلاميه لازم ترفع سماعه التليفون مع احترامي لكل الصحفيين، وفي ممكن صحفي كان ينزل لك الحوار بتاعك الرساله اللي انت عايز توصلها متوصلش. وفي في صحفي مع احترامي ليهم طبعا كل الصحفيين على دماغي من فوق يقدر يكتب هي جمله الجمله دي بتغير طريقه الكلام وبتغير طريقه الاسلوب اللي انت تقدر توصله للناس. دلوقتي انت بقى عندك كذا وسيله تعامل مباشر، انت تعمل فيديو او تفتح لايف بتويته او بكتابه او ببيان تقدر تكتبه او بحاجه ان انت بتعمل عامل حاله جدليه في تويتر. ودي حلوه على فكره عايز برضه عشان الناس تبقى فاهمه، على فكره انا ما عنديش حد خالص ماسك السوشيال ميديا، انا اللي ماسك السوشيال ميديا. يعني اي حد يعني انت اللي بترد بنفسك؟ انا اللي برد بنفسي. وانا طب بتتعامل مع هذا لو حد تجاوز؟ بحاول اكسبه. هو حلو ان احنا خرجنا بره الكوره شويه على فكره. انا يعني على فكره الناس كلها بتحب ده، وده اللي بيجي لي رسائل كتير جدا وانا بتابع بنفسي سواء صفحه اوضه اللبس او صفحه قناه النهار، الصفحتين اللي موجودين الحمراء والزرقاء، وبقعد ما بعلقش بس بشوف الناس. طبيعي. لقيت بنسبه 70 او 80% بيقول احنا حبينا البرنامج او حبينا برنامج اوضه اللبس عشان بتعرفنا جانب اجتماعي بتاعه، بيفكر طبيعي. ازاي حكاويه في الكوره وبره الكوره، وده حلو. فده اللي الناس ما تبقاش عارفاه في النجم اللي مش هو مش تقليديين. مفيش بالزبط. الحياه مش تقليديه يعني بالزبط. انا واحد من الناس بتابع كل الكومنتس وبتابع كل الحاجه، وبيجي لي ناس بتهاجمني كتير جدا، بس بحاول برضو ببقى عاذر اللي هو اللي ورا الكيبورد دوت اللي بيكتب هو ممكن يكون واخد خلفيه قديمه بس ما تعاملش معايا شخصيا. فبحاول على قد ما اقدر ان انت توصل رسائل، يعني ايه تمتص الغضب بتاعه، الغضب بتاعه لوجهه نظره. وفي نفس الوقت الواحد بيتعامل الحمد لله. بص انا يعني انت عارفني يا كابتن شادي، انا ماليش اخوات، ماليش غير اخت واحده يعني. فالحمد لله لما باجي اتعامل مع الناس حتى على السوشيال ميديا مثلا بتعامل معاهم ان هم فريندلي او بتعامل ان هم اخوات. يعني حتى لما حد بيجي يهاجمني والكلام ده بقابله برضه بعمل عذر ان هو اصغر مني، ممكن يكون ممكن يكون عصبي زياده عن اللزوم مثلا لنادي الاهلي او نادي الزمالك. فبحاول ايه حتى لما باجي مثلا انزل مثلا حاجات هزار الناس بتفتكر ان انا باخد الموضوع استفزاز. لا والله انا بهزر يا جماعه، والله انا لما باجي انزل حاجه فاني او حاجه مثلا فيديو معبر مثلا عن حاله معينه فانا بنزل الموضوع مش مقصود ان انا استفز حد، بالعكس انا بنزل الموضوع اسمها تلطيف اجواء. مش محتاجه الموضوع، والموضوع كمان مش محتاج مشاحنات ومش محتاجه عداوه ولا حاجه. فالحمد لله الواحد بيحاول على قد ما يقدر يوصل للناس بشكل كويس، ودي طبيعتي انا مش فيك. والطبيعه بتاعتي اللي هي موجوده على السوشيال ميديا هي الطبيعه اللي موجوده معاك في البرنامج. انا كنت عايز اقول لك ايه، انت اكتر واحد وانت بتتكلم كده علشان اللي انت قلته بقى الجزئيه الثانيه اللي انا عايز اسالها لك، انت اكتر واحد ممكن نستفيد منك والاجيال اللي بتلعب والناشئين في نقطه مهمه جدا. انت قلت جمله دلوقتي في ناس بتتخلى عنك بتبعد طبعا، وانت واحنا كنا مروحين مع بعض المره اللي فاتت حكيت لي موضوع انا فكرت فيه لغايه النهارده لانه موضوع صعب جدا جدا. يعني ده ممكن لو حد عمل اكيد مش هحكي عشان احترم اخويا وصديقي ابراهيم، لكن موقف ما يحصلش من اي صديق، صعب جدا لحد يتخلى عنك بالشكل ده، صعب جدا. فهنا علشان بنقول للعيبه سبحان الله انا ابتديت الحلقه بالكلام ده ما كناش عارف اللي احنا هنتكلم. والله انا بص واحد حلو. قلت اعرف كابتن حسن حمدي ما كان بيعمل معانا اجتماع كان يقول عيش حياه الكوره، اعرف بتاكل ايه، اعرف بتصاحب مين، اعرف قيمه النادي اللي انت بتلعب فيه، هتلاقي ربنا بيوديك للي انت نفسك. دي حقيقه. فاحيانا بيبقى تلاقي صداقات مزيفه مزيفه صح، واول ما الدنيا ممكن تعطل معاك شويتين تلاقيه بيتخلى عنك. وفي واحد بيبقى في الوحشه
قبل الحلوه معاك. دي حقيقه. فعشان كده انت من الناس اللي شافت حاجات كتير. وكمان اخر حاجه عشان ما اطولش عليك، لما نرجع استرجع لابراهيم سعيد على اللي بيقولوه عليه، هي كلها حاجات مش اللي هي كوارث يعني. شعر مش عارف ايه كانت غير مقبوله، اللي انا بغير لون شعري دي، ولا بيجي يقول لك مش مركز. لكن الكوارث هتلاقي موقف او موقفين وعادي في مشوار طويل في الرياضه. اتفضل حبيبي اسمع. فبص طبعا انا يعني اكيد طبعا بحترم الحته دي، وحابب ان انا برضو اتكلم في نقطه وتعلمتها يعني. ان انت طول ما انت واقف ومركز في شغلك وفي حياتك، طول ما انت بتقدر بتشوف بعينك يعني، بتقدر تحدد مين بيحبك، مين اللي بيقدر يوجهك للمكان الصح، مين اللي بيقول لك حاجه محبه. في فرق ان انا ممكن اتكلم مع كابتن شادي فبتكلم معاه محبه، انا مش محتاج منك مصلحه. اما اصحاب المصالح اللي انت اتكلمت عليهم، اللي هو وقت ان انت مشهور ووقت ان انت الناس كلها بتتكلم عليك، فهم دول بيبقوا معاك، دول الاشخاص اللي لازم تبعد عنهم، لان دول بتوع زي ما بيتقال ايه المصلحه الوقتيه. هو مش عايزك كويس اساسا، دي حقيقه. هو مجرد ان هو بياخدك مصلحه ليه شخصيا، ليه هو عشان يستفيد، عشان يستفيد. بعد لو مفيش المصلحه دي هو مش هيكلمك اصلا. فالكلام ده انا طبعا مريت بيه، وكنت بستغرب من مواقف كتير يا كابتن شادي. حتى من انت عارف، انا كان نفسي تحكي الموضوع اللي انت حكيته لي لو ينفع بجد والله. هو صعب الموقف ده؟ لا مش صعب، انا نفسي تقوله عشان الاجيال اللي موجوده. انا بشوف اللعيبه ماشيه مع ناس، ما هو في كتير. انا واحد قول انت الموقف اللي انت قلت لي عليه، اللي الراجل رحت تقابله فعارف اللي انت معاكش عربيه. دي حقيقه، احكيه بجد والله. لا والله عايز اسمعه على الهواء. بص في مواقف يا جماعه لو سمحتوا اسمعوا الموقف ده من كابتن ابراهيم سعيد. دي حقيقه والله بجد. احنا مش معناها اللي بنقول الصداقات كلها كده. في صاحب سوء، وصاحب لما بتبقى في مكانه معينه تلاقيه جنبك، وصاحب وحشه بيبعد بيتخلى عنك. ما تحاولوش تخلوا، دي نصيحتنا اللعيبه اللي موجوده، اي حد بيحس اللي هو عمل كارثه كبير بجد. اللي هيحكيه ابراهيم سعيد ده، انا موضوع هو بيحكوا لي كده، كان فاتح قلبه معايا، ما كانش هزار، كان بيتكلم جد الموضوع، حكاية طول الطريق. انا فعلا اتاثرت. لا كان موقف صعب طبعا. بص هو وعلى فكره الحاجات دي، المواقف الصعبه دي هي اللي قوتني، لانك انت اولا انت عارفني يا كابتن شادي، انا طبيعي، انا ممكن اركب باص، ممكن اركب تاكسي، مش فارق الموضوع. بس هو الموقف ان انت كان حد كان معاك وبعمل يعني قاعد معاه الموضوع عادي، فبالصدفه هو بيسالني ايه، كان ساعتها الواد ده معيش عربيه يعني، وعادي بتمر بظروف الناس كلها بتمر بيها. انت دلوقتي معاك احسن عربيه الحمد لله يعني، واخد بالك. فهي ما هي دي النقطه بقى، ان انت ازاي تقدر من خبطه تقدر تنقلك نقله ثانيه. ما هو لازم الخبطه اللي تتخبطها تتعلم منها وتقويك، وتقدر تثبت ان انت مش مجرد منظره. صح ولا مش صح؟ هو الموقف اللي انا حكيته لك، ان انت بقابل حد، وحد من الناس اللي قريب منك قريبين ليا، فعرف ان انا معيش عربيه. والله بالظبط كنتوا قاعدين في احد الكافيه، انا فاكر الموضوع والله، قاعدين في كافيه. اول ما قال لي فقلت له انا جايب يعني بابلكيشن معين يعني عشان ما يبقاش اعلان. والله العظيم بعديها قال لي انا داخل الحمام، اقسم بالله وحياه ربنا انا زي ما حكيت لك بالظبط كده، واحكي لنا بقى انا ما بكسفش يعني. فمسك التليفون كده فجالي الويتر، فبيقول لي تشرب حاجه كابتن ابراهيم تاني؟ فقلت له ده انا مستني فلان. يعني الويتر مشي تاني، فاهم قصدي؟ فقمت مجي له قال لي كابتن تشرب حاجه تاني؟ فقلت له لا والله انا مستني. قال لي بس هو مشي. انا اقسم بالله وحياه ربنا كابتن شادي زي ما حكيت لك بالظبط، انا قاعد نص ساعه عامل كده بالظبط. مصدوم نص ساعه بالظبط. ايه ده للدرجه دي العقليه، ان انت ممكن حد مجرد منظره او مجرد ان هو لقاك ان انت وقعت. بتكلم بجد والله. يتخلى كده ويسيبك وتمشي. وعلى فكره انا بفتخر باللحظه دي، لان اللحظه دي كانت نقطه فرقت معايا في حياتي جامده جدا والله بجد. فقعد كده فالويتر يعني فقال لي كابتن هو ما قالكش؟ فقلت له لا، هو قال لي هيخش التواليت. قال لي لا ده هو حاسب ومشي. حاسب ومشي مجرد ما عرف ان انت معكش عربيه. انا معيش عربيه والله. وانا قاعد انا تقريبا في الوقت ده انا عيطت كميه عياط. انا كنت ببكي والله. يعني انت فكرتني بالموضوع. الموضوع يعني بجد كان صعب يعني. مش وبعدين؟ لا ما كانش حلو يعني. ما قلت ايه ده كان بيتمنى ان هو يقف معايا. بس والله العظيم في اللقطه دي انا قلت لا هرجع تاني ابراهيم وهخليه يجري وراي. ولحد دلوقتي بيجري وراي.
بس ما انت قلت لي وانت بتحكي اللي انت شفته قريب. شفته. قال لك ايه لما شفته بعد ما لقاك بقى قمت النهارده ابراهيم اكتر من اخ، والموضوع ده فعلا كان مضايقني جدا والله ما متفق عليه ولا اي حاجه، عشان في ناس بتتفاز لك. هو بيحكي من قلبه، انا شايف الدموع في عينه، فعايز ابعد الكلام عنه علشان هو يعز عليا جدا، لان في ناس كتير ظلمته الامانه في بعض الامور. عايز اقول على ابراهيم سعيد وهو بيحكي لي الموقف ده، فقال لي قبله ابراهيم النهارده بعد الموقف ده قال لي اشتغلت وجيت على نفسي وقبلت بحاجات انا ما اقبلهاش على نفسي اشتغلها، وده عشان حضراتكم تفهموا بس. والنهارده عنده شركه وعنده عربيه محترمه وعنده بيت محترم وبيقوم على رجله بكل قوه من بعدها، وسبحان الله كان فعلا نقطه تحول. عملت ايه بعد كده يا ابراهيم؟ لا خلاص انا قلت في الوقت ده طبعا عايز اطلع فاصل. ممكن ماشي، هطلع فاصل سريع ونرجع نكمل عشان ابراهيم ديفي واخويا، وانا ما بحبش اللقطات والحاجات اللي هي ممكن تاخد موقف او تتفهم غلط، او انا ما احبش كمان اشوف دموع حد على الشاشه. فالموضوع ده ما ابراهيم حكاه انا فعلا اتاثرت بيه جدا. نكمل عادي ولا نطلع فاصل؟ نطلع فاصل بس مش هستاذنكم، نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل حوارنا مع نجمنا الكابتن ابراهيم سعد. رجعنا لحضراتكم من جديد ونوصل حوارنا مع نجمنا ونجم اوضه اللبس الكابتن ابراهيم سعيد. و سوري بقى انا بعتذر لك بقى لو في اي حاجه انا ما اعرفش، انا عارف ما كنتش اعرف الموضوع يعني. فبس عايزك تقول لي الشق بقى الايجابي، التحول الثاني في الموضوع، عملت ايه بقى؟ ما قلت ان قلت ده اولا مش الموقف ما كانش بناء على الشخص ده، الموقف كان لي انا شخصيا. على فكره ما انا قلت لك يا كابتن شادي في حاجات تيجي ممكن تجي لك بتبقى السبب، يعني انا بشكره على فكره لان هو كان من ضمن الاسباب ان يخلي حياتي تتغير وخلينا اعرف تاني ارجع اعيد حساباتي وتشوف مين اللي بيحبك وتشوف مين اللي معاك وتشوف مين اللي معاك كمصلحه ومين اللي بيحبك شخصيا، واخد بالك؟ فطبعا كان موقف صعب جدا، وعلى فكره الموقف ده من اصعب المواقف، يعني ممكن اكون مريت في مواقف صعبة جدا في مجال الكرة بس ده أقوى موقف شخصي أنا قابلته في حياتي. دي حقيقة. قبلك الأيام اللي فاتت قابلني وسبحان الله كل ما أروح في حتة أتقابل. بص أنا طبيعتي برضه بتقول له إيه أو بيقول لك؟ لا بتعامل عادي بس مفيش معاملة شخصية، حتى يعني اللي هو العادي ازاي كده وخلاص يعني، واخد بالك؟ أنا برضه الواحد برضه جواه طيب ما بش مش عشان حصل معايا موقف منك كذا فخلاص هو من بعيد لبعيد، يعني مفيش تعامل ما بيننا وبين بعض. وسبحان الله كل ما تشاء الظروف ابقى في مكان الاقيه بالصدفه، يعني واخد بالك؟ كنت تسلم عليه واديله مفتاح عربيتك؟ لا لا خالص، الموضوع ابسط من كده بالعكس، مش محتاجه، لاني بص مش عشان هو وحش يبقى انا وحش بالظبط، انا بتعامل باصلي مش بابراهيم. بس هو بيشوف، مش لازم تثبت وجوده، هو بيتابع وعارف ان انا الحمد لله الواحد الحمد لله بقى عامل ازاي، فهو بيشوف مش لازم احكي. ما هو الحلو ان انت الرد بتاعك من غير ما تحكي ومن غير هو شغلك هو اللي بيتكلم وشغلك هو اللي بيوقفك على رجلك تاني. فاعتقد ان ده من اقوى المواقف الصعبه اللي انا قابلتها في حياتي. عارف يا ابراهيم اسمح لي عشان اخرج بقى من الموضوع ده خالص، انا مش عايز اكلمك في الموضوع ده، كويس اللي انت حكيت عشان الناس تتعلم. اللعيبه اللي موجود اعرف بتسحب مين، في لعيبه دمرت لعيبه، في ناس قعدت جنب لعيبه دمرتها ومشيتها من انديه كبيره، دي حقيقة. ومش من غير ما ادخل في تفاصيل، فانت كمان بتقول النهارده الكبير ولا بالعربيه خالص ولا بالفيلا، الكبير باخلاقه وتصرفاته وبمواقفه المحترمه. في ناس مواقفها محترمه كتير، زي ما في جانب سيء في حياتك بتشوفه من اصل في ناس نماذج محترمه في وقت الشده بتلاقيها رجاله وولاد اصل بجد، دي حقيقة. عشان كده بقيت اتعامل مع الناس اللي فيها اللي عندها الاصل، الاولاد الاصول زي ما بيتقال، اللي هو من الاخر احنا ممكن نقعد على الرصيف ما بتفرقش معاه المظاهر، لان المظاهر دي في الاول والاخر مظاهر فارغه ما بتقدمش ولا ليها اي لازمه، يعني مجرد ان انت منظره سواء عربيه سواء قاعد في مكان، والله كل الاماكن واحد. يعني انا متعتي لما بقف في الشارع كده مثلا، يعني والله بتكلم بجد، متعتي مثلا لما بشوف عربيه مثلا بتاعت اللي هم القهوه اللي طالعين دول الشباب، متعتي ان انا اقف مثلا اشرب قهوه معاهم. احنا بنلعب كنت بروح انا الصبح، اصل الحاجات دي مهمه والله العظيم. كان جيل، انا اسف يعني الجيل اللي كنا فيه، كنت موجود معانا في الاول يا ابراهيم،
كان بياخد كل حاجه. دي حقيقه. وكنا بنروح الصبح حسام عاشور واينو وصديق ونروح ناكل عربيه فول هناك. ما هي دي المتعه. والناس تقعد تبص يا جماعه عادي احنا غيركم احنا بشر زي معدتنا نفس المعده. انا بقف على عربيه فول ده هي المتعه بتاعتنا. دي حقيقه. انا عشان كده ما بقتش الحمد لله الواحد ما بقاش بقيت اتعامل مع الناس اللي زينا اللي هم عارف ازاي الاعداد في ودني نطه دلوقتي يقول لك الفول بتاع العربيه احلى بتاع المحل. لا هو كله بص كله ليه رزق وكل ليه المكان بتاعه. بس هي المتعه ان انت بتاكل مثلا او بتشرب قهوه في الشارع دي ليها متعتها. بس كتره وحش هو بينفخ الفاض. ابراهيم معاك كلنا اخوات وكلنا بنقف جنب بعض. نروح بقى دلوقتي لمنتخبنا الوطني وتقييمك كالعاده بشكل عام لاداء المنتخب النهارده. بص انا والله هقول لك على حاجه. انا تعرف ان انا وانا بتفرج على الماتش والله دي بجد انا كنت هكلم الاعداد هعتذر لهم عن الحلقه. بجد والله انا قلت انا احسن. ليه؟ الماتش ما مش منتخب مصر. انا حاسس ان انا عارف ان انت وانت بتتفرج كده اعتقد كل الناس وهي بتتفرج ايه ده؟ مين اللعيبه دي؟ فين الروح؟ فين الاداء؟ فين الجمل اللي بتحصل؟ فين الروح حتى جوه اللعيبه؟ فين المتعه؟ اصل الكوره دي متعه يا جماعه والله. اصل هي معروفه اسمها متعه كره القدم. صح؟ ففين المتعه؟ المتعه مثلا المتعه مش لازم اداء. المتعه ممكن تبقى عن طريق روح. المتعه ممكن تبقى عن طريق شكل في الملعب. في لينا شكل عارف انت لو لينا شكل والاداء ممكن يكون في متاثر شويه هنقول ماشي. اما ولا واقفه صح ولا تكتيك صح ولا اختيارات صح ولا حتى تشكيله صح. المنتخب مصر للاسف تقريبا اقدر ان انا اتكلم فعلا بجد ان ده مش منتخب مصر. وكل المجموعه اللي موجوده دي باستثناء محمد الشناوي كله كده والله لو انا مسؤول كله دول يتفوروا. ليه بقى؟ ما عندهم ما يستحقوش ان هم يلبسوا تيشيرت منتخب مصر. حتى محمد صلاح؟ محمد صلاح كمان. ليه بقى؟ بص انا عارف ان الكلام ده ممكن يزعل. محمد صلاح نجم كبير بس مش ده محمد صلاح بتاع ليفربول مثلا. مش الاداء بتاعه. خايف على رجله وده حقه على فكره. لان هو برضه هتلاعب مين لما كل ده يمشي؟ لا والله انا لو امتلك كلمه والله الجيل ده كله تعمل كده. طب ما انا برضه هيخليني اقول لك دي حقيقه. هيخليني اقول لك ما هو اللاعب بياخد واجبات ودوره بيسمع من المدير الفني وينفذ. لا ده كده يبقى مش لاعب. لان انت ايه الامكانيات بتاعتك؟ انت ماشي بريموت كنترول او بنلعب بيك بلاي ستيشن صح ولا مش صح؟ فين شخصيتك؟ انت دورك زي ما الناس بتنتقد المدرب دورك بتحمل اللعيبه. فين الشخصيه؟ طبعا فين شخصيتك انت كلاعب؟ فين ما شاء الله الامكانيات اللي عندك امكانيات دعم مادي ودعم جماهيري ودعم اعلامي. عندك امكانيات تقدر توفرها. انا مع احترامي المدرب هو مش معلش المدرب مش هو اللي بيتحكم في الريتم بتاع الجاريه بتاعتك. صح ولا مش صح؟ مش هو اللي بيتحكم ان انت تباص ازاي؟ مش هو اللي بيتحكم ان انت تقف ازاي؟ فين الشخصيه بتاعتك؟ للاسف كل لعيبه المنتخب باستثناء الشناوي مع احترامي ما عندهمش شخصيه تواجدهم في الملعب. شخصياتهم ضعيفه جدا. ما عندهمش حتى لغه الحوار في الملعب. ما عندهمش الشخصيه اللي تجبرك تجبر الخصم بتاعك ان هو يحترمك. او النهارده منتخب السودان في البدايه داخل نازل بيهاجمك من البدايه. لو عندهم عناصر مميزه على فكره هيبقى ند ليك في المباراه. احنا النهارده خلينا حارس مرمى منتخب السودان بقى نجم المباراه. مع احترامي. طب ده معناه ان احنا بنهاجم؟ لا احنا ما بنهاجمش. احنا بنهاجم عشوائيين. احنا بنهاجم بلا هدف. احنا بنهاجم ان كل واحد بيلعب لنفسه ما بيلعبش المنتخب مصر. كل واحد بيلعب لنفسه. هات لي كوره النهارده احنا بنلعبها او حتى تكتيك بيحصل جوه الملعب. عندك مصطفى محمد متعالي جدا تمام مش عايش مع المباراه. ما فيش التخبيط بتاعه. ما فيش الحركه التحركات بتاعته مش صح. محمد صلاح بعيد تماما. يعني شفنا الماتش اللي فات اشهدنا بيه قلنا خلاص ابتدى يخش في الاجواء بتاعه المباراه. محمد صلاح بعيد تماما. محمد صلاح خايف على رجله. النهارده محمد صلاح بيرقص بيبعد الكره بيقوم شايل رجليه خايف على رجليه. ده خلى في لاعب اسمه مازن خلاه النهارده نجم المباراه. خلاه محمد صلاح النهارده خلاه يصيطه على مستواه. حتى الدريبل بتاع محمد صلاح
مش محمد صلاح خالص. مش ده محمد صلاح بتاع ليفربول. محمد صلاح كده انا قلت في البدايه اللي اقل مبارياته مع المنتخب ده حقيقه. من حتى الباصات بتاعته التحركات بتاعته، والغريبه ان هو بيلعب في المكان بتاعه. هل هو قرفان؟ ما هو بجد والله يعني هو هل هو ما هو في حاجه مش طبيعيه. مش ده محمد صلاح. محمد صلاح ما اعرفش، هو ممكن يكون في حاجه في المنظومه مش صح. لان طريقه الاداء حتى طريقه اللعيبه ما عندهمش روح الجماعه، ما فيش جماعيه، مفيش جمعيه ما بين اللعيبه. عمر مرموش مع احترامي تخطى كابتن احمد حسن في الانانيه. لا كابتن احمد حسن كان على فكره بحب احمد حسن يعني هو تخطاه يعني كابتن احمد حسن. بس هو طريقه كابتن احمد حسن هو اناني في الكوره بس بايجابي. عمر مرموش اناني بفرديه مش بايجابيه حتى لزمايله. يعني مع احترامي ملوش اي تواجد في الملعب، ملوش اي دور ان هو يقدر يفرق معاك يعني، ولا هو ولا محمد صلاح ولا مصطفى محمد. وللاسف بيستخدم الفرديه بتاعته في اماكن لو اتخطفت، لو مع منتخب قوي لو منتخب قوي هتبقى هجمه مرتده، لانه بيستخدم الفرديه والكره في وسط الملعب بالظبط، مش في الربع اللي هو الامامي اللي هو اللي ممكن لو اتاخدت منك او بتعمل الريسك فيه اللي هو مش مهم، في وسط ملعب يغطي فيها باك طرف يغطي، لكن بيستخدمها في اماكن تجي له الكره على الخط. اول قرار لي فردي هو. هو انا تقريبا ما شفتش عمر مرموش غير مباراه، لاول مباراه اللي عملها، اول مباراه ليه اللي هو اللي احرز فيها هدف، كانت تقريبا الجابون حاجه زي كده، اول مباراه ليبيا كانت ليبيا سوري. هو الهدف الوحيد ده، بعد كده ما مش ظاهر. هل الاصابه اثرت عليه برده؟ يعني هو لسه صغير برده يعني، حتى لو تعرض لاصابه مثلا فيقدر يرجع بسرعه عكس تريزيجيه. يعني تريزيجيه الاصابه بتاعته كانت قويه بعدته شويه، وما زال تريزيجيه برده مستعجل حتى لما بينزل. بس انا عايز اتكلم في الشك ده لما نيجي نبتدي نخش على التغييرات. كابتن ابراهيم استاذنك ناخد مكالمه برضو نسمع كباتن الكبار وكابتن النادي الاهلي كابتن هشام حنفي الاخ والصديق العزيز. وحشني جدا يا كابتن هشام وبرحب بيك في اوضه اللبس. كابتن شادي انا اللي برحب بيك دايما ومتالق دايما، ويعني انت راجل من نجوم النادي الاهلي وكباتن النادي الاهلي، وتحياتي لكابتن ابراهيم سعيد طبعا. يا كابتن ازيك يا كابتن عامل ايه؟ نجوم مصر انت يا كابتن ابراهيم. حبيبي يا كابتن والله انا اللي ليا الشرف ان انا لعبت معاك، وانت عارف انا بحبك ازاي. انا عارف والله يا كابتن، وبجد كان ليا الشرف ان انا لعبت معاك بجد والله العظيم. يعني بصراحه اتنين نجوم في خط ظهر النادي الاهلي ياما حققتوا بطولات وانجازات كبيره، فاكيد ليا الشرف ان اكون معاك. تسلم يا كابتن. كابتن هشام عايز اقول لك اول ما سمعنا صوتك ابراهيم على طول ابتسامه في وشه. حسيت ان انت وحشه جدا والله العظيم. لا حبيبي كابتن هشام. ابراهيم على فكره هو في النادي اساله والله يعني وهو صغير كده وطالع معانا في الفريق الاول، يعني زي ما انا اتعاملت مع اللعيبه الكبار واللعيبه الكبار احتضنتني وساعدتني كتير، ابراهيم كان كده بالنسبه لنا. يعني هو مش غريب علينا، واحد نجم من نجوم النادي الاهلي طالع بشخصيه، طالع بحب، طالع يعني نجم على طول. فلا يعني ابراهيم واحد من اساطير النادي بصراحه، لعيب كوره كبير يعني. كابتن هشام انت معانا النهارده في اوضه اللبس لاول مره وموجود معانا ونسمع صوتك، انت من اللعيبه الكبيره اللي حققت تاريخ كبير جدا يا كابتن هشام، وانا مبسوط كمان بقالي وقت كبير ما سمعتش صوتك. اولا قبل ما اسال اي حاجه انت واحد عشان الاجيال دايما بحاول اوصل رسالتي للاجيال اللي ما شافتش نجومنا، هشام حنفي تسديد من مرمى من مسافات بعيده سرعه في الاداء على طول بالظبط. الكابتن هشام حنفي من اللعيبه الكبار ومن الشخصيات فعلا المحترمه المثقفه كمان. كابتن هشام ايه رايك في منتخبنا النهارده؟ والله يا كابتن شادي يعني مبروك طبعا. في النهايه الاداء مش احسن حاجه، لكن هو الاهم ان دلوقتي انك تاخد المكسب، انك تبقى موجود، انك تصعد من الدور الاول، لان تبقى وحشه جدا لو انت بتصعد ثالث. يعني المفروض ان انت تبقى اول مجموعه بقدرات منتخب مصر، بقدرات الفنيه والمدير الفني الكبير اللي اعلى راتب. يعني في قدرات في منتخب مصر، جهاز فني معاون، المفروض محمد شوقي نجم كبير، عصام الحضري، كابتن ضياء السيد، انت بتتكلم في حاجه كبيره، منتخب مصر مش قليل. فالطبيعي والمنطقي ان انت تبقى اكيد صاعد للدور ال 16 يعني، والطبيعي الاكبر انك توصل لفاينل البطوله. ممكن تاخد البطوله، ممكن ما تاخدش البطوله، لكن مصر هي هتفضل كبيره. كابتن هشام استاذنك انا اسف على المقاطعه، هو عندنا من الامكانيات الفنيه اللي احنا شفناها في الثلاث مباريات اللي توصلنا لنهائي البطوله؟ بص يا شادي، بعد الادوار اللي احنا شفناها دي دلوقتي واتفرجنا على معظم الفرق،
الفرق مش احسن حاجه، مش افضل حاجه، هي اضعف بطوله فنيه لبعض الفرق الكبيره. فده اللي مخليك انت دلوقتي ممكن تطمع في البطوله. الفرق دي لو كانت بشخصيتها وكانت يعني نازله الماتشات بتاعتها، حسينا بفرق في الفنيات، في اللعيبه، في الاهداف اللي بتحصل في المباراه. لا انت النهارده محدش مقنع قوي، وان كان المغرب بالنسبه لي انا شايفها هي احسن فرقه تلعب كوره. الجزائر ما وصلتش للي احنا شفناه واللي احنا المفروض ان هو معترف عليهم ان هم المفروض المرشح رقم واحد للبطوله. انا حسيت نيجيريا برضو منتخب كويس، نيجيريا فرقه كويسه طبعا جدا. يعني بس اقصد ايه، ان انت ده اللي طمعنا شويه على الاداء بتاعنا الوحش، ان احنا نقول ايه، لا احنا اهو وصلنا. الجزائر كان لغايه دلوقتي مش ضامنه هي هتدخل بكره ولا مش هتخرج ولا هتخرج. يعني عندها نقطه واحده واخر الجدول، ممكن لو كسبت بكره كنت فرت تبقى تاني، وممكن تبقى اول على حسب النتائج، وممكن غينيا الاسيويه تكسب سيراليون تبقى هي الاول. بص يعني الدنيا بتتشقلب في ثانيه، لان كل ده طبعا 24 فريق غير 16 فريق، ده رقم واحد. ده رقم اثنين، ان فعلا مستويات اللعيبه ما ابهرتناش، يعني ما شفناش فرقه تقول عليها من اول دقيقه لاخر ماتش بتلعبه في الدور الاول انها فرقه قويه جدا جدا. امبارح بتشوف ماتشات المغرب بتتعادل 2-2، يعني جزر القمر النهارده بقى ليها فرصه في احسن توالد. فعشان كده كانت الفرحه البالغه انها تكسب غانا، اللي بتطلع غانا. طب غانا ده طول عمرها برازيل افريقيا، وانت لعبت قدام منتخبات غانا، كابتن ابراهيم لعب برضه قدام منتخبات غانا، من احسن اللعيبه اللي بتطلع لعيبه في العالم. النهارده غانا خرجت ونفس الموضوع اللي هو ايه، انتوا خرجتوا، الراجل بيقول لك انا مش هستقيل، انا جاي عشان كاس العالم. عمل زي عندنا، الراجل قال لك انا جاي لكاس العالم. انا مش همشي، انا جاي لكاس العالم. طب افرض النهارده حضرتك خرجت في الدور 16، لو لعبت كوت ديفوار او لعبت غينيا او لعبت الجزائر، افرض خرجنا، متوقع من وجهه نظرك يا كابتن هشام، من اللي انت شفت الفرق، ممكن نقابل مين الاول اللي هيطلع اول في المجموعه؟ ما هو انا مستني بكره، مستني بكره اعرف بالظبط. افرض غينيا كسبت، لو غينيا كسبت يبقى انت هتلعب غينيا، لو كوت ديفوار اتعادل يبقى هتلعب كوت ديفوار، الجزائر خرج. لو الجزائر كسب ممكن بالمواجهات المباشره، المواجهات المباشره، وعلى حسب برضو غينيا هتعمل ايه. فانت لسه مش عارف بكره مين اللي هيكسب، دي حقيقة. انت مش عارف الماتشات دي الساعه 6، فبكره الساعه 6 بعد الماتش الساعه 8 تعرف انت هتلعب مع مين. لكن لغايه دلوقتي الثلاث منتخبات دول انت مش ضامنهم، بدليل ان انت النهارده السودان، مع احترامي ليها وتقديري، ويعني هم اخوه اشقاء، احنا بلد واحده. انت فاهم، كسبت 1-0 بالعافيه، وهم الشوط الثاني كان احسن منك. انت متخيل يعني ايه يا كابتن ابراهيم، يا كابتن شادي؟ اه والله لما حجاز ياخد مان اوف ذا ماتش، يعني ما هو ازاي؟ يبقى انت اتضغطت في الشوط الثاني، عشان كده حجازي كان نجم المباراه. دي حقيقه، دي حقيقه، جايزة. دي حقيقه كابتن. هم لو كان عندهم الجرأه شويه كانوا تعادلوا معانا والله على فكره. لو عندهم يا شادي يا كابتن ابراهيم زي ما انت بتقول، لو نزل الثلاث لعيبه اللي هم ما بدأش بيهم، لو نزلهم من الاول الماتش كان يفرق معاهم شويه، كان ممكن يتحس ان هم ضاغطينك شويه. والراجل برضو ساعدهم يا كابتن ابراهيم، ساعدهم بمعنى ايه؟ تغييرات عبد الله السعيد هو احسن واحد النهارده. يعني عبد الله السعيد الشوط الاولاني هو احسن واحد بيلعب لك كرات طوليه وفي العمق وبيعمل لك الكرات الثابته. طب انت طلعته ليه؟ برضو غريبه. ايه ده، انت كنت متفق، انت عجبك عبد الله النهارده؟ انا لا لا، اقفل الخط عليك، اقفل الخط شد، انت كابتني طبعا، اخليهم يقفل الخط عليك والله. لا انا عجبني عبد الله. بص يا ابراهيم، هي في اوقات انت بتبقى محتاج حد يمسك الكوره، ممكن انا بعتذر لك كابتن هشام، انا بهزر معاك. لا 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 عادي، انت كابتني، انا بهزر معاك والله، انا اسف. لا لا، انا كنت شايف ان عبد الله النهارده لما كان بيلعب في نص الملعب كان يعني مسك كرة اكتر من الماتش اللي قبليه، واشتغل اكتر، بدليل ان هو عمل وصل كرة لصلاح مهمه جدا في الشوط الاولاني، وفي الكوره مرتين الكوره بشكل كويس في العمق، وهم قافلين العمق لصلاح بشكل كبير. يعني النهارده كان شكله احسن. انا بس يا كابتن ابراهيم، بالنسبه لي مثلا، هو ليه مصر على النني ما بيطلعش؟ يعني هي والنني بيلعب رقم 6، طب انت منزل حمدي فتحي بيلعب 8 وتخلي النني 6؟ طب ازاي ده، هم اصلا ضغطوك في الشوط الثاني. يبقى انا النهارده لو انا عايز اشيل عبد الله السعيد واشيل حد من وسط الملعب ثاني، يبقى اشيل النني وعبد الله، واحط حمدي فتحي واحط زيزو، يبقى موجود، واخلي الثلاثيه زي ما هو. لكن بص، انت دايما مع كيروش بتروح حته ثانيه، دماغك دي بتقعد تلف مليون مره. طب انت النهارده
جبت مثلا محمد على فكره كابتن انت بتتكلم نقطه مهمه جدا، ان حتى المباراه اللي فاتت التغييرات مش مدروسه، انا بدفع بالثلاث اربع لعيبه مره واحده، بفقد الاتزان، بيحصل خلل في الفرقه فجاه كده غريب جدا، المفروض ان انا بعمل تغيير عشان اقوم الفرقه صحيه، وانت بتتكلم صح يا كابتن هشام. طيب كابتن ابراهيم اهو يقول لي برضو على النهارده، هو حد يختلف ان زيزو كان احسن الماتشين اللي فات، هو اللي كان بينزل بيعمل الفارق، المفروض اصلا يبدا ليه ما يبداش بالظبط، كله بيقول كده، المفروض يبدا اصلا ياخد فرصه على فكره. صح ولا لا؟ يعني ممكن حتى لو النهارده على حساب عبد الله السعيد، لو انت سيبك من ان احنا شفنا الماتش، طب هل النهارده مش ممكن يلعب زيزو والسوليه وحمدي فتحي؟ ده حقيقي تجهز حمدي فتحي وممكن يلعب على فكره يا كابتن، ممكن زيزو على فكره يلعب مكان مرموش على فكره. برافو عليك، بيقضيها كويس يعني، مش يعني هو لان زيزو من نوعيه اللي بتقدر مهاري ويقدر يلعب ناحيه اليمين، مش لازم شرط ان صلاح بيلعب، يقدر يلعب الناحيه الثانيه ويقدر يلعب يضم لجوه بالظبط، عشان بيمسك الكره عنده ثقه في نفسه كبير، يعني مش مشكله بالنسبه له ان هو يلعب مكان عمر مرموش يا كابتن. انا هقول لك على حاجه يا كابتن ابراهيم، انت وكابتن شادي اتمرنتوا مع مانويل جوزيه، وشادي كمل بعد كده مع جوزيه والمدرسه البرتغاليه، وانت كملت كابتن ابراهيم مع تقريبا مدرسه برضو برتغاليه في الزمالك. صح. يعني اعتقد ان هم بيبقوا دايما لو قلت لهم يمين هيقول لك انا شمال، لو انا شمال هقول لك انا يمين. هو مش هيقتنع، هو عنده قناعات بناس معينه تلعب. عمر مرموش هو اللي مختاره، وهو اللي ايه ده برضه كابتن عتابي على الجهاز اللي معاه، مع احترامي جهاز ضعيف. ما نقدرش نقول كده، لان انت لو مع احترامي، بص انا عارف ان الكلام ده بيزعل، مع احترامي المساعدين اللي معاه، سواء مع احترامي كابتن ضياء السيد، مع احترامي محمد شوقي، مع احترامي العصام الحضري، ضعفة ان هم ما لهمش كلام مع الراجل، ما بيقدروش من الاخر، الراجل مسيطر، اللي هيتكلم هيخرجه بره الجهاز، فهم بالنسبه لهم هم مجرد متواجدين في الجهاز الفني وقاعدين، ودي من اسباب ان الراجل ده ما فيش حد بيوجهه او ما فيش حد بيتكلم معاه او في قوه شخصيه معاه، من الاخر كل واحد خايف على مكانه وقاعد، عشان كده الراجل ده بيعمل كل حاجه. طب اقول لك حاجه، اقول لك سر، انت عارف ان في اول ماتش لما اصابه اكرم ربنا يشفيه ويعافيه يا رب ويرجع بالسلامه، لما اتعور ان هم اتخانقوا معاه ان اللي يلعب عمر كمال، عشان ده الطبيعي والمنطقي ان عمر كمال هو اللي يلعب في المكان ده. هو راح مصمم ان محمد عمنا من اللي يلعب باك رايت، وهو اصلا ما بيلعبش باك رايت. فهو هم حاولوا بس مش قادرين، مش هو الراجل زي ما قلت لك يا كابتن ابراهيم انت عارف مش بيرضى. وأراهنك اقول لك على حاجه بقى، معلومه ودي بخبراتي، ان الراجل ده بيحط التشكيل وبيفكر مين اللي يخرج، عشان كده هو ما بيشيلش ناس معينه. هو لما بيجي يحط التشكيل بيبقى عارف مين اللي هيخرج من الملعب. هو حلو او وحش بالظبط كده. يعني هو النهارده جه على مرموش ليه؟ ان هو النهارده مرموش يعني مش قادر، هو مش قادر بقاله فتره مش قادر. فكان غصب عنه النهارده، عارف اللي ساعده على كده ان مصطفى محمد كان كويس، بس هو عنده حسابات ان لازم يغير. لما يجي يغير اول تغييره مثلا مصطفى محمد الناس هتقلب عليه، ازاي اشيل مصطفى محمد وهو كويس؟ فهو شال مثلا مين؟ عبد الله سعيد، مش هيتكلم ان انا لعبتك، انت مش هتقدر تتكلم. فده ادي اول واحد. ثاني واحد راح شال عمر مرموش. يا كابتن اقول لك على، لو انت عايز، لو عايز امانه، لان دي العدل، احنا مالناش علاقه بنجوميه لاعب وتاثير لاعب. محمد صلاح النهارده مش في الفورمه خالص، مش احسن حاجه، بيحاول يستحوذ على الكوره، مش عارف يستحوذ، الكرات المشتركه ما كانش بالقوه بتاعت كل المباريات اللي قبل كده، كمان الكوره اعتمده على الفرديه في اكتر من كوره، التايمنج بتاعه ما كانش صح في اللي هو عايز يجري بالكوره وبيستغل سرعاته، فمحمد صلاح ما كانش في الفورمه ايضا النهارده. برافو عليك يا كابتن شادي والله صح. هو ده بس انت بتتكلم في حاجه صعبه جدا، بس هو عشان كابتن هو المدير الفني، مع احترامي يعني، هو شخصيته ضعيفه، لان ده لو شخصيته قويه وباصص لمصلحه الفرقه، مع احترامي صلاح يطلع وعبد الله السعيد يطلع وعمر مرموش يطلع. بس خلينا نقول نتفق يا كابتن ابراهيم، يعني في لاعبات، في لعيبه بيبقوا في الملعب حتى انت لو هو مش موفق بيبقى قائد في الملعب. تمام، انا مع حضرتك، بس مصلحه المنتخب يا كابتن اهم. يعني مصلحه المنتخب ومصلحه الفريق اهم، يعني زيزو طبعا طبعا رقم، خلي بالك رقم واحد هو مصلحته كمدرب يا كابتن ابراهيم. تمام، يعني هو رقم واحد لازم يفكر في نفسه. ده رقم واحد قبل ما مش فارقه معاه اصلا يا كابتن افندم، مش فارقه معاه اصلا. دي قصه تانية بقى، هو فارق معاه ان هو انت النهارده خلي بالك، ما انا قلت لكم الفكره يا جماعه، الفكره لازم كلنا نفهم. اللي انت عايز مش هتقدر تمشيه، هتمشيه هتدفع، هو ليه حق، هتدفع رقم، هو ليه حق. بس ما ليه حق، لان العيب مع احترامي للي وقع معاه، هو اللي وصله كلام. سبحان الله كابتن هشام، والله العظيم
اتكلمت مع كابتن شادي من بدايه تواجد كيروش، قلت ان الراجل ده واصل له حاجه غير اللي واخدها عن منتخب مصر، يعني هو ما عندوش باك جراوند عن منتخب مصر بالزبط. تماما ده حقيقه. فعشان كده الراجل عامل زي كانه ايه، احنا دوله ناميه عن الكوره، مالناش علاقه بالكوره، وجاي هو يعلمنا الكوره. دي تعرف يا كابتن هشام، لو وصلنا كاس عالم وخدت قرار ان انت خلاص عايز تجيب مدرب بقى وطني، نعدي بس الدور 16. لا لا، لو وصلنا كاس عالم خلينا نروح اللي هو كمل في كاس عالم، ووصلنا كابتن هشام واخدت قرار الاتحاد الكوره ده يمشيه، عارف هتدفع له كام شهر؟ هو بياخد 125,000 دولار او 127,000 دولار، هياخد 24 شهر سنه. ما هو سنة ونص. هو انا عايز افهم مين اللي عمل الشرط الجهبذ ده. الجهبذ اللي عمل ده حتى النظريه نفسها الفيثاغورس دي اللي بيقولوا عليها، هو انا ما اعرفش ازاي كابتن حلو قال لك فيثاغورس. انا مش عارف، انا عمري في حياتي اقسم بالله كابتن هشام انا عمري ما شفت في حياتي شرط جزائي سنتين. انا دي مشكله يا كابتن ابراهيم. والله كابتن هشام ان شاء الله عايزينك حلقه معانا ونستعيد بقى ذكريات زمان. طبعا ويكون كابتن ابراهيم موجود. حبيبي ان شاء الله كابتن هشام هننتظرك قريب معانا. احنا نسيب لك الاستوديو يا كابتن هشام. معلش اخدت من كل وقت. والله نسيب لك يا حبيبي، ما تقولش كده، ده برنامج. ونمشي لك شادي لو بس عايز تمشي شادي مشهور. ايوه طبعا. هتلغي كرسي الاعتراف يا شادي. لا مش معاك انت بالذات، ما ينفعش، ده في اسرار جامده جدا. كواليس كتير. كابتن هشام نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر. بشكرك كابتن هشام، شكرا جزيلا. هشام من الناس المحترمه جدا والناس كلها بتحبه، شخص طيب جدا جدا، هو شخصيه حبوبه جدا. أيوة. والحلو فين يعني الواحد والله بجد، يعني مش بقول كده مجامله، يعني الحمد لله الناس يعني اتعاملت معاه شخصيا، هو من الشخصيات اللي جوه قلبها طيب جدا، بيحب الخير للناس كلها وبيساعد. يعني هو فعلا دي من الشخصيات اللي الواحد اكتسبها. طبعا في اسماء كثيره جدا طبعا، بس كابتن هشام من الشخصيات الجميله. بص هختم، هروح لفاصل، بس بيبقى في نجوم كبار لما بيدخل ممكن يقول لي شادي انا اصغر منه في السن عادي، مش امري ما ازعل، ابراهيم عادي، لانه الراجل ده قبلنا بجيلين مثلا. فلما يدخل من الادب والاخلاق بيرحب كابتن ابراهيم كابتن، في حاجات صغيره رغم ان هو اللي كابتننا، وهو اللي كابتننا، وهو اللي اكبر مننا، وهو راجل اسم اكبر وابتدى من قبلينا في النادي الاهلي. انا كابتن هشام وانا في الناشئين الاهلي انا اتصورت معاه وانا صغير. كان عندك كام سنه بقى؟ كان عندي بتاع 13 سنه. وهو في الفريق الاول. فبالتالي هي في حاجات صغيره المسوها من خلال الحلقه دايما، هتلاقوا في حاجات قواعد في كره القدم مفيش حد بيتعداها، وده بيعبر لك عن مدى اخلاق اللاعب اللي بيدخل معانا. نطلع فاصل سريع ثم نكمل حوارنا الفني مع الكابتن ابراهيم سعد. برحب بحضراتكم من جديد ونواصل حوارنا مع نجمنا في اوضه اللبس الكابتن ابراهيم سعيد. هيما كنت انت بتتكلم على اللعيبه قبل مكالمه الكابتن هشام، وكنت بتتكلم على اللعيبه، كنا رحنا بقى لوسط الملعب، كنت هتقول حاجه عن النين. هو بص طب خلي النين على جنب، لان النين عايز كلام كتير قوي. انا هتكلم بس على، طبعا انا بختلف مع كابتن هشام في موضوع عبد الله. اولا هقولها تاني، عبد الله لازم بجد دي تعتبر المفروض تبقى اخر بطوله ليه، يعني حتى عشان برضه يحترم يعني ايه الفتره اللي هو قضاها مع النادي الاهلي والفتره اللي قضاها مع منتخب مصر. كنا بنتقال ايه، انا واحد من الناس كنت بتكلم ان عبد الله من افضل اللعيبه، واوقات كتيره جدا لو الناس تتابع التصريحات بتاعتي لما كان عبد الله في وقت تالقه مع النادي الاهلي وفي الوقت اللي كان فعلا في الوقت اللي هو كان القوه بتاعته، كنا بنتكلم ان عبد الله لازم ينضم، لان كان قوه حقيقيه وكان مؤثر مع منتخب مصر او مؤثر مع النادي الاهلي، كان ليه دور. دلوقتي عبد الله السعيد مع احترامي ملوش دور خالص مع المنتخب، وما اعرفش بحس ان هو مستر كروش مثلا بيعند تقريبا، ما هو متابع الاعلام او متابع النقد سواء من الجماهير فبيعند، هو ده ما هو العند ده على منتخب مصر، وهنفضل نتكلم يعني هنفضل نتكلم وانا الحمد لله الواحد بيتكلم على منتخب مصر، انا ما فيش ما بينه، هو عبد الله صديق ملاعب واخ صغير بالنسبه لي، بس انا بتكلم على منتخب مصر ورؤيتي اللي انا شايفها مين يصلح ومين ما يصلحش، انا ممكن اكون صح وممكن اكون غلط. فانا شايف ان عبد الله، وانا بقول لعبد الله السعيد يا عبد الله خلي دي اخر بطوله ليك، احترم الفتره اللي انت قضيت فيها في الملاعب سواء مع الاسماعيلي وبعد كده الاهلي ومع منتخب مصر، وفي فترات كنت انت متالق فيها، خلاص ما خلاص، هو زمن جيل بيغير جيل، والحياه مش هتفضل الحياه كلها انت مستمر،
فاحتراما ليك حتى تقديرا للناس اللي بتحبك، انا واحد منهم يعني، واحد من الناس اللي بتحب عبد الله، فكفايه يعني عبد الله سعيد فعلا كفايه. تمام، نشوف حد افضل، نشوف عناصر تضيف اكتر. يعني مثلا زيزو، ليه زيزو ما يبقاش ما ياخدش الفرصه؟ انا بصراحه زيزو عجبني فكره اللي هو يبقى قاعد وبينزل يعني عنده ثقه في نفسه عشان عايش مع المباراه. بالظبط، عنده ثقه في نفسه، بيمسك الكوره، بيمرر صح، بيتحرك عايش. صح، عنده الروح. بص انا بحترم نوعيه وبيخلي الريتم سريع. ما انا قلت لك يا كابتن شادي، قلتها قبل كده في حلقات كتيره جدا، زيزو من اللعيبه اللي تقدر تنقلك من انت بتدافع. يعني مثلا زي مثلا النني هقولها تاني، بيلعب لعب انا ما اعرفش يعني، هو في خلال السنوات اللي هو كان متواجد فيها في ارسنال او في الدوري الانجليزي، هم علموه في ارسنال ان يمسك الكره يرجعها ورا. بتكلم بجد والله، الموضوع ده بقى فعلا مستفز جدا. مش ممكن كميه اللعب والبطء اللي في نص الملعب اللي انا مجرد ان انا هقولها لك تاني، اي حد يعني مع احترامي يعني، اي حد والله من في الاستوديو هيقف في نص الملعب هيعمل نفس اللي هو بيعمله النني. فايه الاضافه اللي بيعملها النني غير ان هو يمسك الكوره يقوم مرجعها ورا؟ النهارده شفتها كام مره؟ مش ممكن يكون رؤيته للملعب كده. انا بحترم نوعيه اللعيبه. زيزو، شفت زيزو اول ما بيمسك الكوره باصص لقدام، النني اول ما بيمسك الكوره يقوم باصص لورا. انا بجد انا مستغرب جدا ازاي ان انت بتلعب في نادي كبير زي ارسنال وعندك التدريبات والخبرات مع المدربين ومع اللعيبه والامكانيات اللي موجوده دي، وازاي ان انت لحد دلوقتي بتلعب الكوره للخلف. انا ما اعرفش ايه السبب. انت عندك النني بيعمل لك بطء، واقولها تاني، يخلي اي حد يبقى بطيء زيه. يعني السوليه النهارده مش السوليه، عبد الله السعيد مختفي تماما. فانت عارف هو مخلي الريتم، حتى مخلي رتم اداء المنتخب. والله العظيم انا بتكلم بجد، انا وانا بتفرج على المنتخب والله كنت هتصل بيك وهعتذر عن الحلقه، لان مفيش حاجه اتكلم فيها وقلت ايه ده، طريقه لعب بطء بشكل غير طبيعي، حتى طريقه التحضير حتى في المدافعين بطء غير طبيعي. يعني النني بيلعب اللعب التقليدي اللي يمسك كرة ويمرجعها ورا، ما فيش اي دور ولا بيبص لقدام ولا ثرو باس مثلا ولا اسيست ولا حتى 1-2. وفي باصات المفروض هو مميز فيها، هو يا عرضي يا خلف، الباصات اللي هي بتقطع بال 35 يارده وال 25 يارده، ده مهم جدا. مفيش احيانا خالص، هو بس ده لعب النني، يمسك الكوره يلعب بالجنب يمسك الكوره ويرجعها ورا، ده لعب النني، ده النني بالظبط. يعني ده النني اللي هو اي حد يقدر يعمل اللعب ده. احنا عايزين لعيبه نوعيه زيزو اللي هو يمسك الكوره يبص لقدام وبينقلك من وتبقى في حاله، حتى لو انت مضغوط. لاعب زي زيزو وانت مضغوط عنده حريه الحركه وسرعه ومرونه، بتخليك بيخلي حتى فاكر بركات مثلا، زي بركات كده الكوره تبقى معاه وانت مضغوط تلاقي نفسك بقيت في النص الثاني، ثم بياخد القرار يريحك. يعني ما بيخلكش مضغوط نوعيه لعب زيزو. هاتلي طب قول لي على النني مثلا عامل دريبل، شفتها؟ لا انا ما شفتش مثلا دريبل كده يوم عامل كده مرقص مثلا، بلاش يرقص خلاص عشان ايه؟ ياخد خطوات اماميه، خطوات اماميه، يمسك قالب بيه كوره. انت ما بتيجي نعلم الاطفال في الناشئين بتعمل لهم ايه؟ اول حاجه بتعلمهم ايه؟ الدريبل بكوره. الدريبل صح؟ يعني ده قالب بيه كوره. فين الدريبل بتاع يعني الدريبل بتاع النني فين؟ مش ممكن انت بتلعب في ارسنال ومش عارف تعمل دريبل. يعني كده دريبل هم في كوره يا جدعان والله بجد بقى والله في كرة هي كرة والله تمس كرة بص يا أيوة. الكرة تقوم عامل كده اهي قدام مش هقف بالكرة كده وهم عامل كده وهم عامل كده. طب ايه ده؟ فين الحركة؟ والله انا عايز اجيب كرة. اسألك ازاي؟ لا يعني حاجة عادية يعني دريبل باص والله العظيم يتحرك بس لقدام هيبقى لينا شكل حتى. اما الطبيعي ان انا اقعد العب الكرة اللي جنبي وامسك الكرة ارجعها لحجازي. ايه ده؟ ايه الكوره دي؟ انا ما شفتهاش بصراحه. في بطء في الاداء، الفريق بينظم نفسه من تاني، لكن لما انت بتخترق وتاخد خطوات لقدام هو ما بيلحقش، بيعمل بيبقى في حاله. انا لو بلعب جنبه والله ما هجري. ما واحد مبطئ لك الريتم بتاع. هو ايه الاساس بتاع الجزء الهجومي؟ هو نص الملعب صح؟ هو اللي بيقدر يتحكم، بيحضر الهجمه، بيقدر يتحكم في المباراه، المطبخ بتاع الهجمه، هو الاساس، هو التحكم بتاع الملعب كله. هو اللي بيقدر يحرك لك الريتم بتاعك. امتى تبطئ الريتم؟ امتى تلعب في الوينج؟ امتى تلعب في الجناب؟ امتى اسند على مثلا الفيرود؟ طب انا قلت حاجه عايز اسالك فيها ونشوف انت متفق مع، لو مش متفق قول مش متفق. قلت ايه بعد الهدف؟
خلاص ثقة. المنتخب السوداني يعني رجع للي ورا شويه، هيبت. انا بقى لازم اعمل استحواذ، الاستحواذ هيبتدوا يضغطوا غلط، خصوصا لما بيلعبوا في كوره في خشونه، في كان هيتضغط، كان حي من نقل الكتير كان هيبين لك ثغرات معينه تخترق منها. انت ما عندكش كده عشان انت ما بتلعبش كوره لقدام، انت بتلعب كوره عرضي تمام، وهو كمان اتطبع على اداء السوليه يعني خلى السوليه كمان حتى عارف مش مديله الدور اللي هو حتى يهاجم يعني ما فيش. هو 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 انني بكلم بجد والله، انا عارف الناس ممكن يعني فاكره ان الموضوع فيه لا، هو الموضوع فعلا هو الاساس النني، هو الاساس اللي مسيطر على الريتم ومخلي ريتم الاداء المنتخب في نص الملعب بطيء. يعني هقولها تاني، حرام مثلا طارق حامد ما يروحش ايا كان الخلاف، يعني طارق حامد اللي الناس بتختلف عليه بيخبط بس عنده روح بيقدر يمسك كرة، يعني طارق حامد تطور يعني عن سنوات قبل كده بقى يمسك الكره يبص لقدام في اللعب الامامي، انني بيلعب اللعب التقليدي خلى الاداء بتاع نص الملعب مريح، بخلاف كمان ان عبد الله السعيد مريح. فانت عندك مين؟ عندك بص يا سيدي، عندك النني مريح، عبد الله السعيد ريح، السوليه ريح، بعد كده عندك كام التلات عناصر اللي في نص الملعب هبطوا لك الريتم. عمر مرموش مسك الكره هو صاحب الكره، شفت انت اللي هو مسك صاحب الكره بيلعب كره لوحده، مفيش جماعه، ادي كده كام اربعه. مصطفى محمد مستسلم للمدافعين بتوع السودان، يعني حتى لدرجه ان خلى الشوط الاولاني كان كويس وكان بيحاول مش في مش برده مش ده اداء الفراوده، مش ده اداء. انا بص يا كابتن شادي، انا مش هجامل حد تمام، انا ليا الفرود ده مش مجرد ان انا منتظر كروس باس عشان اطلع بهدي، انا معلش احنا مش انت مش فرود عشان خاطر يعني مش فرود بس كور عرضيات، يعني مهارتم المباراه وخصوصا كمان انت عندك خبره، لعبت مع الزمالك، شاركت مع الزمالك في افريقيا، بتلعب في جالتا سراي من الفرق المحترمه الناحيه التدريبيه من ناحيه امكانيات، فين التطور اللي في مصطفى محمد؟ ده عايز اقول لك حاجه، لما كان متواجد في الزمالك كان افضل ما متواجد دلوقتي. يعني كان بيتحرك وكان عنده الروح وكان عنده الحته، هو تحس ان هو عارف. هقولها تاني والله الناس زعلت الحلقه اللي فاتت، يعني هو متعالي قوي عارف اللي هو واقف مش متكبر على الكوره، متكبر علينا، فاهم قصدي؟ رغم ان هو لسه يعني ما عملش، مع احترامي، يتابع الفراوده اللي كانت موجوده المنتخب مصر كانت عاملين ازاي، عماد متعب، كابتن حسام حسن، عمرو زكي، محمد زيدان لما بيلعب، واخد بالك؟ يعني مش عايز انسى في اسماء تاني مش متذكر بقى دلوقتي، فاهم قصدي؟ بس هي دي الاسماء اللي كانت دي الاسماء اللي كانت موجوده، يعني ما بيتابعهمش. يعني المفروض ان انت تتطور، يعني يبقى في تطور بالنسبه لك. نتكلم على الشق صلاح برضو مش صلاح، مش مش صلاح، معلش يعني هو الموضوع مش كابتن فرقه، وهقولها تاني، الموضوع مش موضوع شارت كابتن. فين صلاح دورك؟ فين تواجدك في الملعب؟ فين الاكشن بتاعك جوه الملعب؟ فين توجيهاتك جوه الملعب؟ انا مش عايز افهم، هو صلاح ليه ما بيزعقش للعيبه؟ يا صلاح والله انت عليك العين جامد جدا، والناس بصلك انت اكتر من اي لاعب، دي طبيعه الحال، لانك انت من افضل ثلاث لعيبه في العالم، فلازم يبقى ليك شخصيه جوه الملعب، لازم اللعيبه دي لازم تفوق. احنا كل لو تلاحظ كل حلقه كابتن شادي نتكلم في الحته دي. دي حقيقه. ايه ده؟ دي لعيبه تمثل منتخب مصر؟ عايز اقول لك حاجه والله، وانا بتفرج على البطوله من تقريبا من اضعف البطولات. من اضعف البطولات، يعني تتكلم غانا بتخرج، الجزائر اللي كان متوقع كل الفرق الكبيره احتمال تخرج. فانت عندك يعني انت ما الامور سهله متسهله بالنسبه لك، هي موضوع محتاج روح وروح وقوه في الاداء واداء لعيبه مريحه، معلش يعني اللعيبه مريحه. عمر كمال، مش عمر كمال بتاع الماتش اللي فات، دي حقيقه قل شويه، مش لاقيين حد، يعني مش لاقي حد اتكلم عليه كويس بصراحه، حتى يعني الوحيد اللي بينزل ممكن يحرك الدنيا شويه هو زيزو تمام. مروان حمدي ما اعرفش ايه سبب نزوله، خلينا هو برده ايه يعني كفايه، يعني مهما نتكلم خلاص مش محتاجين نتكلم عليه، يعني هو بيتكلم عن نفسه. تريزيجيه مستعجل على الاداء بتاعه، مستعجل جدا، وانا اقولها له تاني، انت مستعجل قوي عايز تثبت وجودك، هتلاقي نفسك انت بتفقد طاقه جوه الملعب مش بتطلعها بالامكانيات بتاعتك، رغم ان انت المفروض عندك الخبره تقدر تلعب الكره السهله لحد ما ترجع للمستوى بتاعك. حمدي فتحي ما لحقش، ما لحقش يعني ما فهو ده المجمل بتاع المباراه. يعني خط الدفاع بتاع المنتخب
مش بالقوه. انت حجازي برضو بعيد تماما، اخد نجم احسن لاعب في المباراه النهارده. مين؟ حجازي. على ايه؟ احنا هو منتخب السودان وصل الشناوي اصلا؟ هنروح نسحب منه الجايزه؟ لا عشان مش قصدي انا مش جايزه نجم على ايه؟ ما معلش ما في ايه انت النهارده منتخب السودان ظهر اصلا؟ هو راح للشناوي، الشناوي ساقع النهارده بس هو الجو حر هناك. الوقت جري معاك كالعاده، شرفتنا ونورتنا. حابب تختم باي حاجه؟ اللعيبه ما اعرفش يعني يفوقوا بقى، يعني ما اعرفش هم عايزين ايه. ان شاء الله المباراه اللي جايه ان شاء الله يركزوا اكتر، يدرسوا المنتخب اللي هيلعبه بكره هيبان هنقابل مين، ويا رب يا رب تحمل مسؤوليه. فانا احساسي بيقول كوت ديفوار يا رب بالاجتهاد. بالظبط بالظبط صح، ما في مش هنقعد نقول يا رب واحنا قاعدين مريحين. دي حقيقه. ما هو بتقول يا رب، ربنا بيديك على قد اجتهادك وعلى قد تركيزك وعلى قد القوه بتاعتك انت عايز ايه. اما الاجواء اللي احنا شايفينها لا، منتخب مصر ما بعيد تماما في الاول وفي الاخر احنا مساندين وداعمين للاخر، ويا رب يوفق منتخبنا. ما هنقول يا رب بس لازم في اجتهاد. بالظبط. انا مش شايف في روح اللعيبه، اعتقد بتخرج التيشيرت بتاعهم لسه يعني زي ما هو، كانه طالع من الكيس بتاع التوكيل. احنا ما قدمناش غير نقول للمدير الفني ربنا يوفقه ويحط التشكيله المناسبه. على الله حكايته ده لسه دي على الله حكايته. بالظبط. فما تقولش مدير فني. عمالين يقولوا لي خلاص طيب بس استنى كانت النهارده زود 10 دقايق. لا مدير فني، بص احنا منتخب مصر بلا مدير فني احنا كده بص ماشيه بالبركه. شرفتني ونورتني حبيبي، بشكرك شكرا جزيلا كابتن ابراهيم سعيد نجم اوضه اللبس، بشكره شكرا جزيلا. وبكده اخر حلقه في الاسبوع كانت النهارده، بشكر كل فريق العمل، الاخراج، الانتاج، الساده المصورين اللي دايما بنصورهم معانا، فريق العمل بالكامل، كل الناس اللي هي بتبذل مجهود كبير جدا خلف الكواليس عشان نقدم اعلام محترم يليق بقناه النهار. بشكركم شكرا جزيلا، واستنونا يوم السبت القادم في حلقة جديدة من أوضة اللبس.